صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا ما فيش شك إن الجو ساقع جدا اليومين دول من امبارح، والجو ساقع جدا بالليل، بس يعني اللي خلى الواحد يستغرب إنه بالنهار بيكون في شمس، وشمس قوية كمان، يعني شمس ممكن تخلي الواحد يلبس قميص بس أو يلبس لبس خفيف، بس بنيجي بالليل الجو بيبقى تلج. فعشان كده دايما بنقول يا رب محب الشتاء اللي هم احنا يعني يكونوا مبسوطين، الحمد لله مبسوطين وزي الفل. درجات الحرارة منخفضة اليومين دول في القاهرة، تقريبا بتسجل ما بين 18 و 19 درجة، وده طبعا نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. أعتقد أنه ده طبيعي جدا، خصوصا النهاردة تاني يوم في طوبة. صباح الخير عليك يا منى، أخبار الساعة معاكي إيه؟ صباح الفل عليك يا شاذلي. الجو حلو جدا، الصبح بيبقى فيه شمس حتى لو الجو ساقع شوية، وبالليل هو اللي بيبقى يمكن درجات الحرارة أكتر انخفاضا. أعتقد إن هو ده الجو اللي بيبقى كل سنة بالمنظر ده، من قبل حتى ما بنبقى عارفين التفاصيل، من قبل ما كنا بنتابع نشرات الجوية، كان وإحنا صغيرين كنا بنسمع أهالينا وهم بيقولوا طوبة بيخلي الصبية كركوبة. وبما إن إحنا النهاردة تاني يوم في شهر طوبة، فإحنا عارفين إن إحنا عندنا شوية شتاء هيقعدوا معانا ممتدة لمدة شهر. لغاية دلوقتي احنا شايفين ان الشتاء كويس، في شوية مطر خفيفة، في شوية انخفاض في درجات الحرارة معقول، بس اعتقد انه ممكن يكون افضل من السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، وده يمكن مفهوم بسبب التغيرات المناخية اللي بتأثر على العالم كله. عشان كده احنا يمكن السنة اللي فاتت واللي قبلها منا كنا دايما نقول، او يعني المتخصصين في الارصاد الجوية كانوا بيقولوا ايه، بيقولوا انه كل سنة الشتاء اللي جاي بيكون اكثر صعوبة، بيكون برد اكتر، لكن اللي حاصل بسبب التغيرات المناخية ما بيخليش فيه توقعات او تكهنات بان السنة الجاية هتكون اصعب. مشكلة التغيرات المناخية بتتسبب في طقس غير مفهوم، زي اللي حصل مثلا في استراليا من حوالي اسبوعين كده. نص استراليا كان فيها امطار ورعد وبرق وتلج، والنص التاني كان فيه موجه حاره جدا وجفاف. الناس ما بقتش فاهمه الطقس قوي جدا، بسبب طبعا ايه، انه الشتاء في العالم كله السنه دي هيكون اكثر دفئا من السنين اللي قبلها، وزي ما قلنا بسبب التغيرات المناخيه. ودي حاجه غريبه جدا، لان احنا كنا متخيلين ان كل سنه بسبب التغيرات المناخيه هنلاقي الشتاء يبقى اصعب واصعب، والصيف يبقى احر واحر، ولكن زي ما شاذلي كان لسه بيقول، احنا فعلا او علماء الطقس مش قادرين يعرفوا السبب الحقيقي في الموضوع ده. في علماء مناخ كتير اتكلموا عن الموضوع ده وقالوا ان بسبب استمرار ظواهر طبيعيه بتتسبب في ارتفاع درجات حراره سطح الميه في شرق ووسط المحيط الهادي، وغالبا بتؤدي الى ان تكون درجات الحراره اكثر اعتدالا في الشتاء. بس على كل ان الموضوع يعني بسيط جدا، شويه برد بس بالليل، شويه سقعه بسيطه، ممكن نتقل شويه في الهدوم منا، الدنيا هتمشي يعني. يعني اقصد متفاصيلنا بقى اللي احنا متعودين عليه، حتى المطر عليه، وده كويس ان مفيش مطر، مشويه وشوربه العدس وكوبايه السحلب، حاجات لطيفه مثلاً. كل المشروبات الساخنه، الزنجبيل اللي كنا بنتكلم عليه في حلقه امبارح، يعني في مشروبات كتير ممكن تساعدنا على ان احنا نستمتع بشتاء نلبس اكتر، الدفايات مثلا في حاجات كتيره. صباحكم زي الفل، هنكون موجودين معاكم على مدار 3 ساعات. مره ثانيه بنصبح عليكم، صباح يا مصر. كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم من شويه عن انخفاض درجات الحراره، لكن خلينا نتعرف اكتر على درجات الحراره بالتفصيل من لميا. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يا اهلا بيك، ايه الاخبار؟ الجو برد اليومين دول، احنا النهارده 2 طوبه، وانت عارف طبعا الجو بيبقى برد شويه، لكن في كمان نشاط كده بسيط للرياح ومطر خفيف لمتوسط. احنا عايزين المطر الخفيف المتوسطه دي. الشتاء بالنسبه لي يعني مطر كده، والواحد يشرب حاجه سخنه، سحلب كده ولا حاجه، ويتبسط بجو الشتاء. بصبح عليكم مشاهدينا مره ثانيه، وخلونا في البدايه نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبدا بالقاهره. وتعالوا بينا نروح على طول على كوبري اكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المروريه. شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه بتبدا تقل بالتدريج لحد ما نوصل لحد غمره. لو رحنا لكوبري 15 مايو المتجه المهندسين عليه كمان كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر بيشهد كثافات سيول مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأمرية والكورنيش. من المظلات لحد وسط البلد كمان في كثافات مرورية، إنما بسيطة ومتقطعة. أما المتجه ورايح للمؤسسة في سيولة مرورية مع بعض الكثافات عند المظلات.
تعالوا كده نروح لمحافظة الجيزة ونروح لشارع الهرم على طول اللي بيشهد كثافات مرية. طبعا الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات. في كثافات للمتجه من كوبري المتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة معانا لحد كوبري فيصل. في محافظة اسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش برضو. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليه كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصنا جولتنا المرورية، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في كمان النهاردة أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وبتمتد خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وكمان أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وكمان ده هيكون على فترات متقطعة، وهو ده اللي هيزود الإحساس ببرودة الجو. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 12 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بالأمس في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اللي عقدت بمدينة العقبة في الأردن. وخلال القمة أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، وشدد على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع اتجاه وقف اطلاق النار. كمان من ضمن الاخبار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع اتفاقيه حق الانتفاع لمشروع انتاج طاقه الرياح في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعه 1.1 جيجا وات، وباستثمارات بتصل الى مليار و500 مليون دولار. تفاصيل هذه الاخبار واخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اللي عقدت بمدينة العقبة بالأردن. خلال القمة استعرض الرئيس الجهود اللي بتقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيراً إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشدداً على أن ما يتم تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية اللي بيتعرضوا لها واللي بتتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار اللي بيمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وده لمناقشة عدد من القضايا والملفات. وأشار رئيس الوزراء لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المكثفة والاتصالات الجارية اللي بتقوم بها الدولة المصرية مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في غزة والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية للقطاع لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة الوطنية للصحافة بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
بموجب هذا البروتوكول تلتزم المؤسسات الصحفية القومية وتحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة بتوفير كافة احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، على أن يتم خصم 75% من قيمتها من المديونيات المستحقة عليهم. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع انتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 جيجا وات وباستثمارات تصل ل 1.5 مليار دولار بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف بقيادة شركة أكوا باور بيضم شركة حسن علام للمرافق. امبارح شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء في مصر. تستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بحوالي 200 ميجا وات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة الدقهلية تم بدء أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة المنصورة بتكلفة وصلت 7 مليون جنيه. في محافظة الشرقية كمان تم إضافة خدمات طبية جديدة في المستشفيات بتكلفة وصلت لـ 2 مليار و 500 مليون جنيه. أما بقى في بني سويف بيتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء كوبري مزلقان الوسطى الفيوم، وفي جنوب سيناء تم التصديق على 540 حالة تصالح في مخالفات البناء بمدينة الطور. خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الدقهلية تم البدء في تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية على النيل بطول 2 كيلومتر تقريباً بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة. وبتتم أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تزامناً مع إنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل بطول 1.250 متر لخلق متنفسات ترفيهية للمواطنين. في الشرقية أكدت مديرية الصحة أن المشروعات الصحية بالمحافظة حصلت على اهتمام كبير من جانب اعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني بقيمة مالية بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه، وده رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة. في بني سويف بتشهد المحافظة سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري مزلقان السكة الحديد الفيوم الوسطى على الطريق الزراعي، وبيتضمن المشروع إنشاء 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 متر لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحي بعرض 5 أمتار لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الوسطى. في جامعة سوهاج أعلنت الجامعة أن قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي القديم بيستقبل 60 جلسة يومياً، حيث أن القسم مفتوح لاستقبال الجلسات من الخارج لمن يعانون من أمراض الخشونة والتهاب المفاصل والانزلاق الغضروفي، وهناك جلسات للمرضى المحجوزين بالمستشفى على ذمة أمراض الجلطات بأنواعها. في شمال سيناء تقرر تشغيل ملاحة سبيكة بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، حيث تنتج مليون طن من الملح سنوياً بيتم تصديره عن طريق ميناء العريش البحري. في جنوب سيناء صدقت المحافظة على 26 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء نموذج 10، وده بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ويتم التصديق بناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح اللي جرى التصديق عليها حتى الآن 540 حالة تصالح على مخالفات البناء. في أسيوط أعلنت المحافظة أنه تم رصف الطريق السريع أمام مركز شرطة ساحل سليم في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ضمن الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالقطاعات المختلفة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية، وتنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد. مشاهدينا، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقات. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،
ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كمان في أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وبرضه هيكون على فترات متقطعة، وهو ده كمان اللي هيزود الإحساس ببرودة الطقس. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو وليه إحنا حاسين ببرودة زايدة شوية عن الأيام اللي فاتت النهاردة. هو طبعا بدأت درجات الحرارة من أمس تنخفض بشكل تدريجي في معظم محافظات الجمهورية، لأن بدأ يأثر علينا كتل هوائية مصادرها مختلفة تماما، كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي بتكون منخفضة بشكل كبير في درجات حرارتها، كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم كله، فبتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان في نشاط لرياح، سرعات رياح اليوم هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح عامل مهم جدا في إحساسنا بقيم درجات الحرارة، دايما وجود نشاط رياح يخليني احس بالبروده اكتر وانخفاض قيم درجات الحراره اكتر. احنا اليوم متوقعين العظم على القاهره الكبرى 18 درجه مئويه خلال فتره النهار، مع وجود نشاط رياح احساسي بها يكون اقل من 18 درجه مئويه، ويمكن ده اللي بيخلينا نحس بالبروده فترات النهار وفترات الليل بشكل كبير، مع طبعا انخفاض قيم درجات الحراره اللي بدا معانا منذ أمس. طيب نشاط الرياح ده هل محمل برمال وأتربة؟ لا الحمد لله، نشاط الرياح غير محمل بأي أتربة ورمال مصارة، فقط نشاط رياح يساعد على البرودة وإحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، بس ممكن يؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع أمواج ما بين 2.5 إلى 3.5 متر. البحر المتوسط غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد وملاحة بحرية، يمكن يتم إغلاق بعض المواني زي ما حصل بالأمس في ميناء البرولوس، بعض المواني تم إغلاقها نتيجة ارتفاعات الأمواج على البحر المتوسط. نكمل نحن أجواء فترة النهار هنحس فيها بالأجواء الشتوية المائلة للبرودة في معظم محافظات شمال البلاد. المناطق الجنوبية طبعا أجواءها بتكون أجواء مائلة للدفء فترة النهار، المناطق الجنوبية اللي هو جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فترات الليل كمان في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، يعني مش بس فترة النهار فيها انخفاض، لا عندنا فترات الليل فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة. صغرى فترة الليل بتتراوح على المحافظات الشمالية ما بين 10 وال 12 درجة مئوية، بعض الأماكن اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات الصعيد صغرى فترة الليل بتوصل لخمس وست درجات، وسط سيناء أقل من 5 درجات. عشان كده أجواء فترة الليل هتكون أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، الأوقات دي اللي بنسجل فيها قيم درجات الحرارة الصغرى، واللي ممكن البرودة دي توصل لحد الصقيع اللي بيتكون على المزروعات اللي هتبقى موجودة في محافظة الوادي الجديد، محافظات شمال الصعيد، وسط سيناء. تكون الصقيع معناها إن قيم درجات الحرارة بتقل عن 5 درجات، فلازم ناخد بالنا كمان من الصقيع في وسط سيناء او في محافظه الوادي الجديد. بالنسبه لفرص سقوط الامطار نكمل معانا، احنا بالامس شفنا الامطار يعني متفاوته الشده على المحافظات الساحليه، اليوم ايضا متوقع استمرار فرص الامطار المتوسطه على كافه المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط الموجوده في السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري. تمتد الامطار بكميات اقل، امطار خفيفه للمحافظات الداخليه. هل هتاثر على اعمالنا اليوميه؟ في المناطق الداخليه مش هتاثر تماما لان كمياتها هتكون امطار خفيفه في محافظات جنوب الوجه البحري، قد تصل كمان لمناطق من القاهره الكبرى، بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، فالامطار في الاماكن الداخليه مش هتاثر تماما.
الامطار في الاماكن الساحليه طبعا كميتها مش قليله، بس بالتعاون بيننا وبين غرف الازمات في كل محافظه ان شاء الله ما فيش اي تاثير على عملنا الانشطه، على عمل الانشطه اليوميه، لكن طبعا هي كميتها امطار متوسطه مش قليله تماما في اغلب المحافظات الساحليه زي محافظه الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، كمان دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، الاماكن دي كلها هي اللي معرضه للامطار بكميات اعلى من المحافظات الداخليه. الاحوال الجويه ديت اللي فيها بروده او انخفاض قيم درجات الحراره مكمله معانا على الاقل لمنتصف الاسبوع اللي جاي، يمكن احنا بكره الجمعه ان شاء الله كميه الامطار تقل ويحصل ان سرعات الرياح هتهدأ نوعا ما، هنحس ان الاجواء لسه فيها انخفاض في قيم درجات الحراره لكن كميه الامطار هتقل. ترجع تاني يوم السبت المنخفض الجوي يأثر علينا، تبدأ تاني كمية الأمطار تزيد مع استمرار طبعا انخفاض قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 18-9، اسكندرية 18-11، العلمين الجديدة 17-10، مطروح 17-10، ودمياط 18-11، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 18-9. السويس العظمى فيها 18 والصغرى 9، العريش 19-8، كاترين 12-2، طابة 18-11، وحلايب 22-18، شلاتين 25-20، شرم الشيخ 22-15، والغردقة 21-14. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 18 والصغرى 8، بني سويف 19-8، الوادي الجديد 21-6، أسيوط 18-5، سوهاج 19-9، وقنا 20-9، الأقصر 20-10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 11. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ومرة تانية هنروح لشاذلي ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي. دلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب بواسطة اللجان الشرعية التابعة ليها في كافة محافظات الجمهورية. النهاردة هتنتهي المدة المحددة للتقديم للراغبين في العمل كرؤساء كنترولات الثانوية العامة 2024. وأوضحت وزارة التربية والتعليم إن الأولوية لأصحاب الخبرة والكفاءة ومن لديهم القدرة على إدارة الكنترولات، خاصة إن التصحيح بيتم إلكترونياً لكراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة سواء للأسئلة المقالية أو الاختيارية، ومن ثم يجب أن يكون المسؤول داخل الكنترول لديه القدرة على المتابعة الجيدة وضبط العمل داخل الكنترول بشكل جيد سواء في التصحيح أو عملية إخراج أرقام جلوس الطلاب ومراجعة استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024. النهاردة هتحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر حفل يتضمن باقة من أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجي في تمام الساعة 8 مساءً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. النهاردة هيقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في 7 مساءً أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات. يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان مصر والغناء الكويتي ود موصول، وده بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية. طبعاً ما فيش شك أنه بقى في حالة كده من الإدمان لمواقع التواصل الاجتماعي عندنا كلنا، لكن احنا امبارح ناقشنا خطورة إدمان السوشيال ميديا على الأطفال والنشأ وكمان المراهقين، اتكلمنا عن الأسباب وعن الدوافع اللي ممكن توصل ولادنا لهذه الحالة، خصوصاً لما عينيهم بتقع كده على محتوى غير لائق أو غير مناسب بالنسبة لنا. المخاطر دي خلت شركة ميتا الملكة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام تفرض قيود جديدة على المحتوى المخصص للمراهقين. خلينا نعرف تفاصيل ومعلومات أكتر عن القيود دي، هل فعلا قابلة للتطبيق ولا لأ؟ هل الناس ممكن تلتزم بده ولا لأ؟ خلينا نعرف عبر تطبيق زوم. معانا الدكتور أحمد سلمان أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات بجامعة جيمس ماديسون. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح النور استاذه منى، صباح النور استاذ محمد. يا دكتور ازاي شايف القيود؟ في اصلا حاجه اسمها كده؟ يعني شركه ميتا دلوقتي تقدر فعلا انها تفرض قيود على المراهقين وعلى الاطفال وكل الناس اللي هم اندر ايج زي ما بنقول؟
خليني اقول لحضرتك، هو الموضوع بدأ ازاي. هو كان في مجموعة ابحاث بقالها مدة وصلت ل 41 بحث، من ابحاث عملتها شركة ميتا، يعني الناس ميتا نفسها، وثبت ان في يعني بسبب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بميتا زي فيسبوك او انستغرام، في بعض المنشورات او البوستات او الحاجات اللي بتتعرض في المحتوى بتؤدي لازمات نفسيه للمراهقين، لان مثلا لقوا مثلا ان البنات بتوصل لمرحله ان هي بتكره نفسها، بتكره صورتها، بتكره اللي هي الحاله اللي هي عليه، بيوصل الموضوع بدرجه نفسيه لاحباط ودرجه من يعني حاله نفسيه سيئه جدا. وبدات تخش في امراض وفي درجات من الخطوره، يعني بتادي ان البني ادم نفسه ما يبقاش طايق نفسه او قادر انه يتعايش مع نفسه باي شكل. وده اللي خلى ان توصل لدرجه ان الكونجرس نفسه او الـ الـ البرلمان الامريكي يعني يعمل لجنات استماع عشان يعرف ايه اللي ممكن يحصل. وبداوا ان هم يشوفوا خطوات، ووصلوا لان من يومين يبداوا يحطوا قيود عشان مش اي محتوى يتعرض للناس اللي في سن معين، خصوصا المراهقين. طيب القيود دي، هل زي ما حضرتك كنت تسألي، هل ممكن تتعمل بشكل يعني عملي؟ هل في حاجة عملية تقدر تخلي ان القيود دي تتفرض؟ طبعا هو الموضوع كله جاي على ازاي ان انا اقدر احدد الشخص اللي قدامي ده، هل هو بالفعل مراهق عشان ان انا اقدر ان انا اعرض له محتوى ولا لا. فعملية ان انا احدد ان ده شخص مراهق ولا مراهق او لأ؟ بسن معين او في مكان معين، والكلام ده معتمد على البيانات اللي بيدخلها الشخص نفسه. لا، ما فهي أنا العملية يعني كلها عايزة معتمدة أفهم الشخص النقطة دي. بيعمل هي ايه او بيحط ايه. دكتور، شركة ميتا من الأول أصلا قايلة إنه في سن معين، وعلشان كده لو الأطفال أو لو المراهقين دخلوا في الأساس سن تحت 16 أعتقد أو 18 سنة، مش بيبقى مسموح لهم إنهم يعملوا أكاونت، وساعات بيبقى تحت يعني تحت الوصاية بتاعة الآباء. فأعتقد إنه من الأساس الموضوع قائم على إدخال البيانات، فبرضه مش هيبقى يعني مش بالظبط كده، هيعرفوا يعملوا كنترول. بالظبط كده. هو الموضوع كله معتمد على انت بتدخل بيانات بتقول ايه. يعني ما ممكن اي حد، يعني المراهقين، يدخل البيانات بتاعه يقول خلاص انا مش انا عايز اعرف المحتوى اللي انا عايزه، فهبدا هحط سن تاني، هحط سن فوق ال 21، هحط سن فوق ال يعني فوق ال 18، فبكده هيتعرض لي اي محتوى، ومفيش فعلا حد هيبص وهيراجع الموضوع ده. هي الفكره كلها ان ممكن بقى في المستقبل بعد كده يبدا يشوف الشخص ده المحتوى اللي بيحطه عامل ازاي؟ هل ده الصور اللي بتتحط، الصور ده كلها لشخص فعلا فوق 18 ولا اقل من 18؟ بس هنا بقى في معضله، لان احنا دخلنا في موضوع الخصوصيه، والخصوصية دي فيها مشكلة تانية. يعني هل أنا بتعدى على خصوصية الشخص لما أبدأ أشوف مثلا الصور اللي بيعرضها عن نفسه وأبدأ أحدد تاريخ ميلاده أو سنه قد إيه من عن طريق الذكاء الاصطناعي، أو إن أنا أقدر أقارن بالصور التانية، هل الراجل ده الشخص ده سواء رجل أو امرأة فوق ال 18 فعلا ولا تحت ال 18؟ ففي طرق تانية حد احدد فيها، بس هتدخلني في مشاكل تانية، مشاكل اللي هي الخصوصية. طيب يعني فالموضوع اللي نفهمه من كلام هيفضل في حضرتك دلوقتي يا الاخر دكتور احمد، مبني على، يعني الى الان هو مبني على السن طيب اللي فهمته او دلوقتي ان تحديد هي البيانات عن طريق الشخص نفسه. ان الخطوة دي اللي هي فكرة ان هم يعملوا رقابة أو يمنعوا محتوى معين من الوصول للمراهقين، هي نتيجة الضغوطات من الجهات الرقابية فقط، يعني لإرضاء الجهات الرقابية، لكن تنفيذها على الأرض هيكون صعب بسبب مسألة إدخال البيانات، وفي نفس الوقت هيكون صعب بمراقبة ومتابعة الشباب مثلا، لأن ده بيدخل زي ما حضرتك ذكرت في إطار اختراق الخصوصية.
بالظبط هتوصل، يعني الموضوع كله هيوصل ل يعني درجات التنفيذ بتختلف. يعني مثلا في ولايات في امريكا هنا بتمنع المواقع الاباحيه الا اذا انت قدرت تثبت انك فعلا فوق 18 سنه، ولازم تدخل مثلا صورتك وانت شايل البطاقه، واللي هنا بتبقى الدرايفرز لايسنس او رخصه القياده هي الاساسي، فلازم تحملها ولازم تحطها عشان على الجانب الاخر عندنا الذكاء الاصطناعي يا دكتور، فهنقدر نعمل ده. يعني اي شاب او اي مراهق او اي طفل حتى حابب يخترق هذه القيود بمنتهى السهوله عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، اعتقد انه يقدر يعملها دلوقتي. للاسف هي فعلا يعني اللي عايز يعدي حاجه هيقدر ان هو يعديها. يعني دي خطوه كويسه كخطوه اولى ان هو فعلا هيبداوا ان هم يعملوا حاجه زي كده، هي خطوه كويسه كخطوه اولى، لان زي ما قلت لحضرتك ظهرت مشاكل كتير والناس يعني بتشوف حاجات على انها حقائق وبتاخدها على انها مسلمات، وده مش هو الحقيقي. يعني الصور اللي بنشوفها على انستجرام، الصور الشخص اللي بيقعد يحط محتوى وبيتعب فيه وبيعمل فيه اشكال، مش ده الواقع، هو مخالف للواقع. فهم بينشدوا حاجه او بينشدوا شيء صعب الوصول ليه، فده اللي بيؤدي للمشاكل. فعشان كده هي حطوها كخطوه اولانيه، بس لازم يبقى في حلول تانية، لازم في صحيح. حاجات تانية أو خطوات تانية تتاخد. بس زي ما قلت حضرتك هي معضلة ما بين الخصوصية، وإزاي أوازن ما بين إن أنا أحافظ على خصوصية الشخص ده وفي نفس الوقت إن أنا أقدر أحقق أخلي فيه ناتج من اللي أنا بعمله. أكيد. طيب يا ترى المستخدمين من المراهقين لو اتعمل لهم أكتر من ورنينج او اكتر من تحذير، يعني الناس بس مش هتلتزم غير لما تخاف على الاكاونتس بتاعتها او لما تخاف على الفولورز والمتابعين بتوعها، اعتقد دي الحاجه الوحيده اللي بتخلي الاشخاص يغيروا المحتوى. لو تم توجيه تهديدات من قبل الاداره يعني على اساس ان الاكاونتس دي هتتقفل، هل ده ممكن يكون رادع ولا هيلاقوا حلول بديله وهيلاقوا حاجه مختلفه يقدموها وفي نفس الوقت يفضلوا يتعرضوا لنفس المحتويات؟ هي الفكره ان هم مش هيقدروا يخلوا الاشخاص اللي بتحط المحتوى، يعني او معظم المحتوى اللي بيتكلموا عليه بالمنظر ده، هو ما فيهوش حاجه مخالف للشروط والاحكام، هو بس يعني بيدي صوره مثاليه جدا للانسان، اللي هي بتخلي اللي قدامه بيحاول يعني ان هو يوصل لحاجه مش طبيعيه، مش حقيقيه، مش موجوده. فهم ما بيخالفوش الشروط والاحكام في المحتوى بتاعهم، بس في نفس الوقت الضغوطات ممكن تبقى في صوره تانية. يعني في مواقع تانية بتفتح خصوصا للمراهقين، لان مثلا حاجه زي فيسبوك معظم المراهقين هنا مثلا في امريكا بيشوفوا ان الفيسبوك ده بتاع الكبار، يعني مش حاجه ان هي تبقى موجوده. هيتحولوا انستغرام اكتر لتيك توك المراهقين وانستغرام. بيستخدموه، لكن الفيسبوك بيبقى عندهم حاجات تانية او المواقع تانية بيستخدموها بديله ليهم. فلما فيسبوك نفسه بيشوف ان الناس بتروح لمحتوى تاني بيبدا انه يحاول، او ميتا بتبدا ان هي تحاول تغير من شروطها، وده بيبقى اكبر ضغط ليها ان هي فعلا توصل لحل عشان الناس ما تسيبش الموقع بتاعها. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات بجامعة جيمس ماديسون. طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر. في محافظة أسوان تم افتتاح معرض الفنون التشكيلية بمشاركة فنانين من دول كتيرة جدا، السعودية ولبنان والكويت وسوريا وبولندا. المعرض بيضم نتاج ملتقى كيمة الدولي الثاني للفنون التشكيلية، واللي تم تنفيذها بمشاركة حوالي 25 فنان بإجمالي 38 عمل فني. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون الأستاذ مصطفى غنيم الفنان التشكيلي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. لو تكلمنا عن المعرض، عن الأعمال الفنية اللي موجودة في هذا المعرض. والله كان الملتقى احنا طبعا كان تحت رعاية معالي المحافظ
سيادة اللواء أشرف عطية، وكان معانا فنانين من دول مختلفة، وكانوا سجلوا. يعني احنا كنا بنرسم من أسوان، يعني ما حدش رسم حاجة خارج عن أسوان، وكله واحنا على ضفاف النيل، واللوحات كلها كانت بتدل عن أسوان. طبعا كان في ورشه، الورشه دي مجهزين الالوان واللوحات وكل حاجه كانت جاهزه للفنانين، وكل فنان اللي ابتدى يعني طلعنا جولات الاول باللانشات، شافوا ضفاف النيل كلها، وكل فنان سجل في ذاكرته بعض الاماكن اللي هو كان هيرسمها يعبر بيها عن اسوان، وكان طلع حوالي 36 عمل فني، وشاركنا معانا فنانين من اسوان، اربع فنانين من أسوان شاركوا معنا. طيب احنا عارفين ان في دول زي السعودية ولبنان والكويت وسوريا وبولندا شاركت، هل في دول تانية شاركت؟ وعدد الفنانين المشاركين في المعرض كام فنان من داخل مصر ومن خارجها؟ يعني هو كان من خارج مصر كان حوالي 13 فنان، وكان باقي الفنانين كنا كلنا 34، كان كلهم من الباقي كله كان من مصر. طيب في فنانين تشكيليين دارسين فنون جميله، وفي فنانين هو وممارسين الفن. طب هل كان في قضيه معينه مثلا تمحورت حولها هذه الرسومات، ولا الرسم من اسوان يعني الموضوع مفتوح يعني؟ لا، هو كان الموضوع مفتوح، كله كان من أسوان. وميزة الاحتكاكات الفنية أو الورق الملتقيات الفنية إن بننقل خبرات بعض، كلنا بنشتغل قدام بعض وبننقل خبرات بعض، وأنا عملت لهم ورشة طباعة لاينو، وكان مجهزين لهم اللاينو والأحبار والرولات وكل الأدوات، وكانت ورشة ممتعة جدا جدا، وسجلنا فيها أعمال برضو من أسوان. يعني كان في رسومات بتدل على أسوان اتعملت طباعة لاينو أبيض وأسود. من أهم الحاجات اللي بتساعد على نجاح الحاجة أو التخطيط ليها اختيار الزمان واختيار المكان، ليه تم اختيار محافظة أسوان بالذات لإقامة المعرض وبالذات في التوقيت ده؟ محافظة أسوان طبعا ضفاف النيل دي جميلة جدا، وبتوحي للفنانين يعني انت عارفه حضرتك الفنان اما بيشوف، احنا طول ما احنا ماشيين باللانشات شايفين اماكن جميله جدا، الجبال، الميه، الاشجار، كل الحاجات دي، زائد طبعا الاثار اللي احنا شفناها، زرنا معبد فيله، رحنا المتحف النوبي، كل الحاجات دي كانت مؤثره عند الفنانين وتركت اثر كويس قوي في الاعمال بتاعتهم. طيب هل شرط يكون في سابقة أعمال الفنان عشان يشترك، ولا ممكن حد يشترك لأول مرة؟ هل في معايير لاختيار الفنانين المشاركين؟ والله هو بيبقى في معايير طبعا، بيبعتوا بعض أعمالهم وبنختارهم طبعا عشان نتاج الورشة يكون قوي. فالفنان بننزل عن طريق الفيسبوك، بننزل لهم دعاية للملتقى، الفنانين بيبعتوا الأعمال بتاعتهم، بعض الأعمال، وبيتم اختيارهم. أكيد كل الشكر ليك الفنان مصطفى غنيم الفنان التشكيلي، شكرا جزيلا ليك. طبعا ما فيش شك ان المحافظه في التوقيت ده زي ما كانت منى بتتكلم دلوقتي مع الاستاذ مصطفى جوها جميل جدا، فهو بيشجع كل الناس ان هي تكون موجوده، وفكره انك تكون موجود في مكان ساحر زي محافظه اسوان في اثار وفي نفس الوقت الجو الجميل ده، اعتقد انه بيكون عامل ابداع كبير جدا بالنسبه للفنان انه يشوف هذه المناظر الجميله، فاعتقد انه بيخرج كل الطاقات الابداعيه اللي جواه. اكيد يمكن كمان احنا مش بنتكلم على المكان فقط، احنا بنتكلم على اختيار المكان واختيار التوقيت. فنانين من دول مختلفه جم شافوا جمال المكان وشافوا جمال الجو، اعتقد انهم ده هيبقى سفير كويس جدا لتنشيط السياحه اكتر واكتر، بالاضافه كمان التقاء الثقافات من خلال الفن. دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 بتوقيت القاهرة، معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا، تفضلي يا لميا. شكرا لك منى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يتعرض له قطاع غزة يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة.
وأكد الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والتي عقدت بمدينة العقبة بالأردن، أكد حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهل القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددا على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة شهدت التشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم ورفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محورية ملف أمن وسلامة الملاحات البحرية في البحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمسؤولي مجموعة ميرسك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. وأكد مدبولي أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد، وقلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر. صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين هجمات قوات الحوثي بالبحر الأحمر، ودعا المجلس إلى وقف فوري لتلك الهجمات على سفن الشحن والناقلات التجارية في البحر الأحمر. من جانبه قال المندوب الروسي بمجلس الأمن إن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون فرض حلول أحادية، مشيرا إلى أن التصعيد في غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر. من جانبه أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 40 دولة. أعلن البيت الأبيض أن الهجمات التي تشنها قوات الحوثي في البحر الأحمر تصعيدية، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات، مشيرا إلى أن واشنطن ستفعل كل ما في وسعها لحماية الشحن في البحر الأحمر. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 25 آخرين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. خلال جولة له في قطاع غزة، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القتال يدور في منطقة معقدة للغاية، مؤكدا ضرورة التعلم من الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية بعد فقد عدد لا بأس به من الجنود بين قتلى وجرحى. وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال أن هناك قتالا طويلا يشمل العديد من الجبهات ويتضمن الكثير من التحديات داخل القطاع. وصفت حركة حماس التقارير الإسرائيلية عن وجود مقترح بشأن يشمل انسحابا إسرائيليا من غزة مقابل خروج قادة حماس أو الحركة من القطاع بأنها عملية تضليل إسرائيلية، وأكدت حركة حماس أنه لا توجد مبادرة من هذا النوع، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تسكين وتهدئة الشارع الغاضب لا سيما عائلات المحتجزين، مشددة على أنه لا مبادرات مقبولة ما لم تقم أساسا على وقف وإنهاء العدوان بشكل كامل على قطاع غزة. تنظر اليوم محكمة العدل الدولية وعلى مدار يومين الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا بشأن محاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وطلبت جنوب أفريقيا بمشاركة عدة دول من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية. وخصصت المحكمة اليوم الأول لجنوب أفريقيا لسماع مرافعة فريقها، بينما ستقوم إسرائيل بالرد على هذه الدعاوى غدا الجمعة.
خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا أول تدريبات الفريق على ملعب جاردن بوتانيك استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق الأحد المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية. بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمية وتسديد على المرمى، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من وقت كورونا والناس بقت بتتخوف من مخاطر الفيروسات والأوبئة، خصوصا ان في دراسات انتشرت في مجلة نيورون بتقول ان الالتهابات الفيروسية الشديدة زي الالتهاب الرئوي ممكن تزود من خطر الإصابة بأمراض بارينسون او الألزهايمر. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير، صباح الخير للجميع، صباح الخير لمصر. يا اهلا بحضرتك. ايه حقيقه ان الالتهابات الفيروسيه بتزيد من خطر الاصابه بالامراض العصبيه؟ ولو حضرتك توضح لنا الفرق ما بين الزهايمر والبارينسون. نعم، بالنسبه للالتهابات الفيروسيه معروف من زمان هي لها تاثير كبير على الجهاز العصبي، عشان هيك في المدة الأخيرة صارت عليها بحوث كثيرة. بحوث كثيرة للتوضيح مهم، أنه حسب إحصائيات، لأنه البحوث نوعين، بحوث حسب الإحصائيات وعدد المرضى، وفي نفس الوقت بحوث على الجثة وبعد التوفي وبعد أنه الواحد سوى تشريح للجثة ويفهم بالضبط شو أسباب التوفي أو أسباب الأمراض. هاي من نوع أول. من نوع ثاني، البحوث اللي صارت إنه شافوا كثير من المرضى اللي كان عندهم التهابات فيروسية في المخ، وخصوصا الانشيفاليتي بسموها بالإيطالي وبالإنجليزي الفيروسية، لما الشخص يصيب فيها في عنده تقريبا 31 مرة احتمال انه يصير عنده الزهايمر او الباركنسون، وهي دول المرضين من الست امراض تعات الجهاز العصبي اللي يصيب الشخص خصوصا في المسنين. ليش؟ لانه بتصير عنده نقص في مادة اللي تفرز في المخ مثل الباركنسون، وبعدين الألزهايمر نفس الشيء، اللي بصير عنده رج كتير في ايده، وبنلاحظ انه الشخص بيفقد طريقة المشي الطبيعية اللي عنده. عشان هيك النقطة الأولى، هاي البحوث صارت حسب إحصائيات وشافوا نتيجتين مهمات. كل الأشخاص اللي صار عندهم التهابات فيروسية في المخ، في عندهم 31 مرة احتمال أنه يصيبوا في الباركنسون، وفي نفس الوقت الالتهابات مع الإنفلونزا بس مع التهابات الرئتين بصير عنده 4 مرات أزيد احتمال أنه يصيب في الباركنسون أو الألزهايمر. ليش السبب؟ لأنه المخ والجهاز العصبي بتأثر كثير بكلة الأكسجين، وإحنا بنعرف إنه المخ لما ما يوصلوش أكسجين في الفترة مستمرة وفي نفس الكمية بصير عنده ضعف في قوته، وهذا شفناه أخرى في أمراض الكوفيد، لأنه أغلب اللي أصيبوا في الكوفيد ومصابين في الكوفيد لونج، الكوفيد الطويل، في عندهم أمراض كتير عصبية، وخصوصا فقد الذاكرة وصعوبة التركيز وصعوبة النوم. كل هاي الأشخاص اللي أصيبوا، وإحنا يوميا نناقش في هذا، ومبارح في جامعة روما محاضرة كبيرة والامتحانات اللي عملتها عن هذا الموضوع، عن أمراض الجهاز العصبي وارتباطه في الكوفيد وارتباطه بالتهابات
الفيروسية خصوصا دكتور المخ من والرئتين. المعروف دكتور ان الامراض العصبية يعني بتكون من الامراض الغير قاتلة، يعني سواء باركسن او الالزهايمر ما فيش مريض بيتم تسجيله ان هو لا قدر الله توفى بسبب هذه الامراض. اغلب الوفيات بتكون يا اما بسبب الحالات المرضية الاصلية اللي عندهم ضغط سكر ايا كان، او اللي بيبقى ما عندهمش المشكلة دايما بيبقى بسبب الالتهاب الرئوي. الفيروس لما بيصيب الرئة هو اللي بيبقى بيتسبب أو السبب الرئيسي، لأنه بيكون يعني فقد القدرة حتى على أنه يكح علشان يطرد الفيروس. نعم، هذا ملاحظة مهمة. ليش؟ لأنه لما الشخص يقدم مصاب في أي مرض أو المسنين في عنا أمراض أخرى مرتبطة فيه. سبب التوفي دائما بتعلق 95% بالقلب وبالرئتين. ليش؟ لأنه الشخص لما يصيب في مرض من الأعصاب وخصوصا الزهايمر، الباركنسون، الـALS أو السيليا، اللي هدول كلياتها بيقضى الشخص عنده جهاز المناعة ضعيف. نعم. القاعدة المهمة إنه كل شخص يصاب إنه جسمه ضعيف، لا يقاوم الفيروس، لا يقاوم البكتيريا، لا يقاوم تغير الخلايات الخلية في حالة الورمات أو السرطانات. كل هذه القاعدة تتعلق في جهاز المناعة عند الشخص. عشان هيك الشخص لما يغدى عنده باركنسون أو ألزايمر بيغدى جهاز المناعة عنده ضعيف. عشان هيك في كثير من الأشخاص اللي مصابين في الألزايمر والباركنسون أصيبوا في الكوفيد وتوفوا في سقطة قلبية أو بالتهابات الرئتين. إحنا في بداية الوباء بدينا نستعمل كلمة ونستمر باستعمالها، مهمة من ناحية طبية وصحية، إنه الفيروس كوفيد يعجل توفي الشخص وليس يسبب 100% توفي الشخص. في فرقين. ليش؟ بيعجل أو يسرع التوفي الشخص لأنه الجهاز المناعة ضعيف ويسبب التهابات في الرئتين. وفي نفس الوقت يعني من أول علماء اللي أنا تكلمت عالميا بالنسبة للجلطات الدموية، وإحنا كنا بحاجة لشرح إلى تشريح الجثث، لأنه كثير من الأمراض الجهاز العصبي كان عنده السبب بالجلطات وتكوين جلطات صغيرة في المخ. نعم. طيب دكتور، بحسب كلام حضرتك يعني واحنا بنتكلم عن فيروس كورونا فهو انتشر في العالم كله، أعتقد أنه ما فيش حد عايش على كوكب الأرض ما جالوش كورونا، أيا كان المتحور أيا كانت الأعراض، لكن أعتقد أنه كلنا جالنا كورونا خلال الأربع سنين اللي فاتوا. الدراسة بتقول إن المرضى اللي دخلوا المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي بعد الإصابة بالإنفلونزا كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض اللي هو الزهايمر أو الباركنسون. هل الكورونا من الممكن أن تؤثر بهذه الدرجة؟ لأنه دلوقتي هيكون في حالة من التخوف، حضرتك قلت إن اللي جالهم كورونا بعد ما خفوا جالهم شوية إلى حد ما قلة في التركيز أو قلة في النوم، لكن هل الأمر ممكن يتطور لأنه يصل إلى الزهايمر؟ مش فيش عندنا 100% كل الأشخاص اللي يصيبوا. بتعلق في ثلاث نقاط لأنه توضيح مهم بالنسبة لهاي النقطة. النقطة الأولى بالنسبة للعمر، بالنسبة للأمراض الأخرى، عنده سكري، عنده سرطان، عنده أمراض قلب، عنده أمراض الجلطات الدموية. في نفس الوقت بالنسبة للغدة الدرقية وبالنسبة لقوة جهاز المناعة عند الشخص. هاي الأشخاص احنا بنشوفها أزيد في أوروبا وأمريكا والدول الأجنبية، لأنه نسبة المسنين أعلى بكثير من الدول العربية والدول الأفريقية. يعني أنا في إيطاليا بشوف كثير من هاي الحالات، لأنه كل واحد من أربع أشخاص في إيطاليا عمره أزيد من 65 سنة. مفهوم. طب عشان هيك بندرس كثير في هذا المجال. المهم حسب رأيي إنه الشخص لما يصير عنده
الكوفيد ويصير عنده الأعراض بعد الكوفيد إنه يتابع المراجعة مع الدكتور، لأنه إحنا بنشوف بارتفاع تقريباً 35% من الحالات الكوفيد المستمر. صحيح، خصوصا لو تطورت الاعراض او زادت الاعراض واحتاج ان هو يدخل المستشفى، لابد فعلا من مراجعه الطبيب بعد ما يخرج من المستشفى عشان حتى لا نصل الى هذه الحاله. شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عوده، رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه في ايطاليا. في توجيه رسمي من الحكومة ببدء إجراءات تنفيذ مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، وده سبب طبعا أهميته الكبيرة لأنه بيربط بين مجموعة محاور مهمة زي مثلا الطريق الدائري وكورنيش النيل ومحور 26 يوليو وغيرها من المحاور. طبعا بكل تأكيد مشروع مهم منا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية هذا المشروع من الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بيك دكتور. ازاي حضرتك شايف اهميه تنفيذ مشروع الصوره البصريه لجامعه الدول العربيه؟ احنا عندنا عارفين ان دايما في العديد من البلدان بيبقى في عندهم في المدن الرئيسيه والمدن الكبرى بتبقى في بعض المظاهر معينه في بعض شوارعها او الميادين او حتى المدينه يعني بشكل عام ليها اهميه اذا كانت وظيفيه او حتى جماليه او دينيه او ما شابه، فبالتالي لابد ان يكون في تجميل بصري للمناطق الموجوده او بعض عناصر منها ومنها الشوارع. فبيتم هذا الموضوع عن طريق اما تجميل المناطق بشكل عام او تجميل بعض الشوارع او الميادين اللي موجوده او وضع علامات بصريه بطريقه معينه وكمان على ضبط الحدود بشكل معين، بالتالي تبقى المدينه ليها شكل جميل. الكلام ده لازم يتم مع احترام الوظيفة اللي موجودة لهذا الشارع. طبعا بالنسبة لجامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية من أهم الشوارع اللي موجودة يمكن في مدينة الجيزة ومدينة المهندسين ومدينة الجيزة ومحافظة الجيزة ككل، فبالتالي كان لابد من الاهتمام بها ومحاولة يعني ضبط العشوائية البصرية اللي موجودة في هذه المنطقة بالطول الكامل اللي هو موجود، اللي هو يصل تقريبا لحوالي 2.5 كيلومتر وبيبدا من شارع السودان لحد ميدان السفنكس، ويعتبر من افضل الشوارع الموجوده في هذه المدينه، وبيحتوي على العديد من الانشطه وبيرتاده الكثير من السكان اللي موجودين والمواطنين ويمكن السياح في الكثير من الاحيان. فبالتالي كان لابد من تجميل الشوارع نفسها برقبها ووضع الاشجار والمناطق الخضراء وبعض المناطق بيوضع فيها بعض التماثيل وبعض العناصر اللي هي ممكن تسمح للمواطن ان هو يقدر ان هو يجلس وان هو يعني يبقى حوله مناطق خضراء ويبدا ان هو يعني يتريث في هذه المناطق بشكل كبير. ده ممكن يكون له عائد استثماري يا دكتور، ولكن بيتم الاهتمام ايضا بالعديد من المحاور الموجوده في اغلب المدن، فهيتم به في حوالي تقريبا 11 محور هيتم الاهتمام بيهم مروريا ووظيفيا، وهيتم تجميل الواجهات بشكل كبير، والكلام ده المفروض ما هو هيتم في اسرع وقت يعني اعتقد هيتم قبل العيد، بحيث ان هو ممكن يكون في رؤيه لتجميل الصوره البصريه لهذه الشوارع وهذه المحاور. سالت حضرتك يمكن ما سمعتنيش، ده ممكن يكون ليه عائد استثماري بعد تنفيذ هذا التجميل البصري اللي هنشوفه؟ اولا احنا زي ما قلنا ان هو ممكن يكون جاذب للسياح اللي موجودين ومرتدي، وكمان في الانشطه الاقتصاديه بتبدا ان هي بيبقى تتفاعل مع الناس بشكل افضل، فبالتالي بيكون في استثمار اكثر في هذه المناطق وتبادل للتجاره والعديد من الانشطه اللي هي ممكن ترفيهيه وما شابه، خصوصا مع توافر النوادي وتوافر العديد من الخدمات الترفيهيه في هذه المنطقه والخدمات التجاريه. عظيم. إذن الموضوع مش مجرد تطوير، مش مجرد توسعة الطريق وإنشاء كباري أو كده، لا، الموضوع في رؤية للحفاظ على الهوية البصرية لأي مكان، لأي منطقة، لأي مدينة على حسب الحاجات اللي موجودة في هذه المدينة وهذه المنطقة. وزي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي، اتفضل يا فندم، التجميل والرؤية البصرية لهذه المنطقة بتتعامل مع الوظيفية الكاملة لهذه الشوارع او المحاور، فبتتعامل مع الانشطه التجاريه، بتتعامل مع الانشطه الاداريه اللي هي متوفره في هذا الموضوع، طبعا في فنادق موجوده بهذا صحيح. الشارع كمان بتتعامل مع الشكل الجمالي، ان احد العناصر الرئيسيه اللي هيتم التجميل بيها هو تجميل الواجهات
اللي موجوده ومحاوله ضبطها ومحاوله ضبط يقط الاعلانات اللي بتبقى موجوده في الداخل، بحيث انها تدي رؤيه واضحه للانسان اللي هو اللي ماشي في هذا الشارع. دي مهمه جدا في بعض الاوقات يا دكتور. الناس الوصول الناس مش متخيله حجم التلوث البصري ممكن ياثر على الناس ازاي وعلى المدى الطويل. يعني لو انت متعود ان انت موجود في مكان ما فيهوش نظام، ما فيهوش ترتيب، ما فيهوش تنسيق في الالوان وفي الشكل العام بشكل عام، يعني اعتقد ان ده بيكون له تاثير كبير جدا على الشخص نفسه في مستوى تركيزه، في مستوى قدراته اللي يقدر يقدمها في مجال عمله ايا كان ايه مجال عمله. في كمان وحضرتك بتتكلم عن هذا المشروع كمان تم ربطه بمحاور مهمه جدا. يعني احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن شارع جامع الدول العربيه بيوصل لاحمد ورابي، واحنا عارفين المنطقه دي كان بتكون زحمه جدا وفيها اقبال كبير جدا من الناس نتيجه بعض الانشطه الاقتصاديه والتجاريه زي ما حضرتك ذكرت. بيربطوا هذا الكلام بالدائري، وعندنا كمان محور كمال عامر وطبعا مبنى الكباري اللي هو موجوده وشارع مصر والسودان. احنا خليني بس اوضح لحضرتك دائما وابدا في ارتباط بين الحاله النفسيه للمواطن والشكل العمراني الموجود حواليه. يعني احنا دايما بنقول ان المدن بتؤثر وتتاثر على الانسان وبتتاثر بيه وبسلوكه اللي هو موجود، وفي نفس الوقت هو بيتاثر بيها. فبالتالي هو من المصلحه ان احنا نحاول نعمل الاماكن اللي هو موجود فيها بشكل جميل ويتعامل مع الناحيه البصريه عشان نقدر نعدل من سلوك هذا المواطن ونحاول ان هو يخلي نفسيته افضل شويه. أكيد. طيب دكتور، في تفكير بالفعل حصل في إنشاء مشروع زي ده علشان يكون جزء من منطقة الأعمال المركزية في مدينة الجيزة، الهدف من إنشاء حاجة زي كده في مدينة الجيزة بالذات وبالتحديد؟ أولاً هو يعني إحنا في عندنا بقى عشان نقول إن هو المنطقة المركزية اللي بتبقى موجودة في مدينة الجيزة أو أي منطقة زي مثلاً اللي هي موجودة محطة تشكيل اللي بتبقى موجودة، فبيتم في الوقت الحالي برضو إعادة دراسة للمناطق الموجودة حواليها يعني تضبطها بصريا وتجميلها بصريا بحيث أنها تتوافق مع كم المرتادي لهذا المكان فيما بعد. كمان المنطقة المركزية للجيزة واللي فيها المباني الحكومية والعناصر الإدارية الهامة برضو بيتم التجميل فيها. فإحنا عندنا يمكن مجموعة كاملة من المشروعات اللي هي بتتعامل مع النواحي الجمالية، اللي هي بتتعامل مع النواحي النفسية للمواطن بحيث ان هو تخليه افضل حالا ويبقى يعني مع الاداء الوظيفي اللي هو بيفيد البلد برضه بيبقى فيه حاله تفيد الحاله النفسيه اللي هو بيه. يعني اعتقد كمان يا دكتور الاهتمام بتوسعه هذا الطريق وهذا الشارع هيؤثر بشكل كبير جدا في حركه السيوله المروريه لمحطه القطارات الجديده. يعني حضرتك ذكرت محطه بشتيل دلوقتي هيكون في اقبال بكل تاكيد على هذه المحطة، توسعة الطريق هيأثر بالإضافة إلى ربطها بالدائري والمحاور المختلفة. أي معالجات للشوارع اللي تبقى موجودة لابد إنها تراعي حالات المرور الكافية للمنطقة، منها كان اللي هو هي بعض المناطق للانتظار على جانبي الطريق بحيث إنها برضو تكون بشكل عملي وما يكونش فيها يعني إعاقة للنواحي المرورية اللي موجودة في هذا الشارع، خصوصا حركة المشاة. لان برضه المفروض يكون في نقاط محدده يتم العبور من خلالها ولا تؤثر على الموضوع، مع طبعا التعامل مع الميادين الهامه زي مثلا ميدان مصطفى محمود، ميدان السفنكس، وميدان جامعه الدول. كل العناصر الموجوده دي لابد انها يتم التعامل معها بحيث انها لا تؤثر على حركه المرور، بل بالعكس تعالج الزحام المروري اللي موجود وتحصل فيه سيوله في المرور، خاصة مع اختلاط الأنشطة والوظائف اللي موجودة وكثرة العدد اللي هو بيرتاد لهذه المناطق. فلابد من معالجة مرورية مع المعالجات البصرية اللي بتتم في المنطقة. فبالتالي بيتم المعالجة من ثلاث عناصر: الشكل الجمالي والوظيفة والنواحي المرورية المختلفة للمنطقة. شكرا جزيلا دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. أهلا بحضراتكم. في وظائف كتيرة جدا ومهن معينة كده كانت مقتصرة فقط طبعا بحكم العرف والعادات والتقاليد على الرجال، ما كانش المرأة أي دور فيها ولا أي تجارب فيها. من أكثر هذه المهن هي المأذونية، لكن في ظل تمكين المرأة اللي أصبح موجود في كل القطاعات تولت المرأة هذا أو دخلت هذا المجال. دكتورة شيماء محمد جمعة، المأذونة الشرعية في محافظة المنيا،
اهلا وسهلا بك يا دكتوره. احنا اول مأذونه نستضيفها في صباح الخير يا مصر هتكون حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بيكي يا فندم، منورانا حضراتكم. فكره التقديم للمأذونيه، يعني احنا دايما بنبقى عندنا الفكره قائمه من زمان قوي، حتى في الدراما متعودين ان احنا نشوف الشيخ مأذون زي ما احنا متعودين. اول مره نشوف الدكتوره المأذونه. ده حقيقي فعلا، بس في مأذين هنا في وجه بحري، لكن في الصعيد يمكن الموضوع كان جديد شويه. لكن طبعا انا في البدايه قبل ما ادخل في الموضوع بحب الاول اهني فخامه الرئيس بعيد الميلاد المجيد والشعب المصري، وكمان بهني سيادته بفوزه بالانتخابات الفتره الرئاسيه الجديده، وبهني الشعب المصري بفوز فخامه الرئيس. طبعا بشكره برضو على تمكينه للمرأة في عهده خلال التسع سنوات دي، وبشكل كبير في جميع المجالات وفي جميع الوظائف، منها المأذونية، منها مجلس الدولة، منها النيابة العامة. فمن خلال البرنامج بوجه الشكر لفخامة الرئيس، أنا بسميه ده العصر الذهبي للمرأة في ظل فخامته. بجد إحنا يعني حسينا بقيمتنا، حسينا بتواجدنا وطموحاتنا، تمكننا بفترة في مجلس النواب في الحياة السياسية. اتمكنت ازاي في الصعيد كمأذونة؟ قوليلي بس، انا عايز اخد التجربة اللي موجودة في وجه قبلي بالذات. بعد وفاة المأذون بتاع القرية بتاعتي اتفتح الإعلان، بدأنا نقدم، فطبعا كانت الفكرة جديدة والناس قدمي يا دكتورة، ليه مش عايزة تقدمي؟ فاستخرت ربنا سبحانه وتعالى. الناس هي اللي شجعتك؟ وأهلي كمان. وبدأت أقدم، كان ليها معايير وشروط معينة، الحمد لله توفيق من ربنا كانت تنطبق علي هذه الشروط. قدمت وكنا 13 واحد، منهم حملت ماجستير ودكتوراه ومؤهلات، هي كان لها شروط معينه وسن معين ومؤهلات ودراسات معينه. ايه هي يا فندم؟ ايه هي الشروط والمعايير؟ اولا يكون دارس الشريعه الاسلاميه. تمام. اربع سنين، يكون من سن 30 ل 40 سنه، يكون من ابن المنطقه، طبعا كمان يكون جنس المصريه، وحاجات تانية طبعا منها برضو الاقامه بتاعته. كمان الدراسات، هو ياخد اعلى المؤهلات. قدمنا 13 واحد، منهم 3 سيدات وانا كنت من ضمنهم. طبعا يمكن كنت اول ترشح كسيده، بعد كده في ناس تاني اتقدمت. اتشجعت فقدموا سيدتين معايا. فالحمد لله طبعا يعني قعدت فتره بقى في المحكمه، في محكمه الاسره في المنيا، وبعد كده تم الاعلان الحمد لله. هي اوراق بس ما فيهاش اختبارات؟ لا، اوراق. اوراق وشهادات ومؤهلات وكده، والحمد لله كان الاختيار تم عليا الحمد لله. بعد كده سافرت لوزاره العدل، تم الفحص تاني وقعدت حوالي 10 شهور. بعد كده صدر قرار وزير العدل المستشار عمر مرهون بنفس التعيين بتاع محكمه المنيا، واستلمت بالفعل وبدات امارس عملي منذ شهر بالظبط. والحمد لله الناس متقبله الوضع الحمد لله. كان في بعض الناس اللي لسه ما زال عندهم النفوس الضعيفه، ازاي مرأة وازاي هتدخل المساجد وازاي هتكتب ومش عارف ايه، في بعض لكن الحمد لله يعني بمجرد اول كد كتاب الناس الحمد لله يعني اتبسطت جدا، وبداوا بقى يشيروا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، والحمد لله يعني توفيق من ربنا. اولا اول كتب كتاب كان ليكي امتى؟ كان 1/12. 1/12، فاكره. وقلتي خطبه والناس كانت موجوده ومتوقعه وعارفين الحضور، وكنت يعني المأذونه هي اللي هتعقد القران، ولا جم واتفاجئوا بقى بوجودك؟ لا، هم كانوا عارفين طبعا، خلاص بقى تم تعييني رسمي. لا، مش قصدي على العريس والعروسه، قصدي على المدعوين اللي كانوا بيحضروا كتب الكتاب. طبعا كانوا مبسوطين جدا وبداوا يتصوروا معايا. بتحكيها لنا عادي كده؟ انا عايزه كواليس، احكي لي التفاصيل. الناس دخلت وقالت وشافت؟ لا، كله كان متزاحم، وخصوصا السيدات. كل البنات فرحانه بقى ان المأذونه بتاعتنا، لان هم ما كانوش بيحضروا مع العروسه كتب الكتاب. أيوه. فانا بقى كتب الكتاب في الصعيد بالذات كمان، شجعهم بقى ان هم يجوا ويحضروا مع العروسه ويشوفوا المنديل وازاي المأذونه هيكتب وهيقول ازاي الخطبه، وهل هتقول ولا لا، ولا هتتكسف. فكان دي طبعا بدايه جديده، والحمد لله برضو يعني ربنا وفقنا في الحته طيب الحمد لله. انت اتكلمتي عن الاوراق المطلوبه
اللي قدمتيها عشان تبقي مأذون، لكن في اعتقد مهارات شخصيه لازم تكون موجوده في المأذون، ايه هي؟ اول حاجه طبعا الصدق والامانه لازم يكونوا متوفرين فيه، لان المهنه دي او الوظيفه دي وظيفة ذات قيمة، يعني هي أصلا في البداية هو موثق لعقد قران، فمش لازم يكون مثلا عنده الصفات اللي ما يتصفش فيها غير الصدق والأمانة طبعاً. لأن دي حاجة مهمة جدا. طبعا الشجاعة، الثقافة الخاصة بالناحية الشرعية، لأنه قاضي شرعي لازم يكون ملم بالنواحي الشرعية كويس جدا، وده شرط أساسي في المأذون أن يكون دارس شريعة إسلامية خلال الفترة بتاعة الدراسة بتاعته، علشان بيتعرض لمشاكل كتير والفقه وحاجات شرعية، فلازم يكون أحكام. ملم بيها جدا بالظبط كده. فالحمد لله يعني الأمور تمام. دراستك اصلا كانت في بعض الاستشارات برضو، لان الحياه العمليه غير الدراسه، برضو بنتعرض لحاجات، بستشير رئيس المحكمه، بستشير الناس اللي موجوده في المحكمه، المآذين الثانيه بستشير برضو، والحمد لله كلهم واقفين جنبي وداعميني، والحمد لله الامور تمام. انا كنت عايزه اعرف دراستك اصلا كانت ايه. انا دكتوراه في دار العلوم، تخصصي تاريخ اسلامي، درست الشريعه 4 سنين وطلع بمرتبة شرف أولى الحمد لله. ما شاء الله. وكمان لازم تكوني دارسة مادة الأحوال الشخصية اللي هي الزواج والطلاق، والحمد لله كان تقديري فيها أعلى التقديرات من ضمن المتقدمين يعني. طيب هل ممكن المأذون بشكل عام يلعب دور في إصلاح ذات البين؟ ده دور أساسي عظيم جدا. احنا عايزين انت اتدخلتي في حاجه زي دي؟ الحمد لله. ورجعت ازواج مطلقات الحمد لله، لهم فتره كبيره 3 سنين و5 سنين. لو عندك تجارب ممكن تحكي لنا. وعامله لجنه كمان، لجنه اسمها لجنه لم الشمل، يعني لو حد جه عايز طلاق بقعد مع الزوجه والزوج وبشوف ليه، طب ممكن نصلح، طب ممكن نشوف، ما يمكن البيت، احنا عايزين نلم البيت يعني علشان الاولاد وعلشانكم. بتبدا تقول لي الزوجه بقى وبتتكلم، يمكن قصه مأذونه دي بتخلي الزوجه بتتكلم وتتكلم براحتها جدا كمان. بتقول لي لا انا عندي 1 2 3، بقعد مع الزوج، بنجيب اللجنه ونقعد مع بعض، طب وصلتوا لايه؟ لو اللجنه فيها رجال طيب؟ وفيها ست كمان. كمان يعني عشان لو انا مش متواجده طول الوقت هي تبقى عارفه الدنيا فيها ايه. بتحكي وبعد كده بيدخلوا لي وبنقعد نتكلم، لو لقينا الامور مقفله خلاص مفيش، بنضطر ان طبعا للطلاق. دي محاولات مهمه جدا يعني، واحنا عارفين طبعا اي زوجين بيقرروا الانفصال وبيتوجهوا للمحكمه، في لجنه جوه المحكمه فيها قاضي شرعي قبل اجراءات الطلاق والانفصال بيخوضوا تجربه ان هم محاوله اصلاح ذات البين ما بين الزوجين. وقبل المواضيع دي كلها اعتقد دور مهم جدا اللي قالته الدكتوره دلوقتي، ان احنا موجودين مع الناس، حتى يمكن القاضي الشرعي فهو في النهايه قاضي ما يعرفش الناس كويس، لكن انت من المنطقه وعارفه ده شرط اساسي لترشح المأذون ان يكون من المنطقه، ودي يمكن اول عارف حاجه الناس كويس هيعرف يتكلم معاهم. بالظبط كده. كمان بشكر وزير العدل، لانه هو ومفتي الديار المصريه فضيله الشيخ شوقي علام، ان هم منزلين كتاب اسمه كتيب دليل الاسره، ده بيتكون من 6 فصول، بيشرح للمقبلين على الزواج كيفيه التعامل في الناحيه الاقتصاديه، مشاكل الاسره، تربيه الاولاد. الكتيب ده لازم نسلمه للعروسه والعريس، وبصور معاهم كمان وانا بديهولهم وبقول لها لازم تقريه كويس، وده يمكن عشان نحد من عمليه الطلاق. فدي حاجه كويسه جدا وجديده كمان، ما كانتش موجوده في قبل كده، هي نازله من يمكن تقريبا 3 4 شهور يعني. كان الحمد لله من اول ما استلمت سلموني الكتيب في المحكمه مع الدفاتر، وقالوا لي لازم تديه للعروسه والعريس، فقعدت قريته. لازم نختبرهم في الكتاب مش نختبرهم انا بقول لهم كده انتوا هتذاكروا الكتاب ده وتيجوا عشان اسالكم. فهم بيستغربوا يعني ليه، طيب لا طب اقروه، فعلا حاجه مفيده جدا جدا جدا. طيب حاجه جديده زي ما كنا بنتكلم، وجود مأذونه شرعيه في الصعيد، لقيتي اعتراضات؟ انا عارفه ان المده قصيره، بقالك شهر بس ولا حاجه، بس لقيتي اعتراضات؟ لقيتي جمل غريبه؟ لقيتي مواقف؟ لقيتي مين بقى من البنات ولا من الرجال ولا في ناس لسه الموضوع جديد عليها؟ في بنات طبعا، ايه ده، هو في ينفع مأذونه ست؟ طب ازاي ده، لا ما سمعناش عنها. زي ما برضو لما فخامة الرئيس أتاح لأول مرة القاضيات في مجلس الدولة، الناس مستغربة، النيابة العامة مستغربين، أكاديمية الشرطة، فكمان مأذونة دي حاجة جديدة.
فكان فيه طبعا، لكن بدأوا يتقبلوا الوضع لأنهم كانوا واخدينها من الناحية الشرعية. لا حرام، ما فيش مأذونة، احنا تعودنا على الراجل والعمة والقفطان والكلام ده. لا لما عرفوا احنا عايزين وظيفة. نفصل بقى هنا ما بين احنا تعودنا وما بين حرام اللي بتقولي عليه. بالظبط، ايوه بالظبط. فلما عرفوا بقى ان لا احنا مش كل حاجة نقول حرام بدون الرجوع وبدون القراءة، وان احنا كلنا بنعمل نفتي واحنا قاعدين مكاننا بدون الاطلاع، لا عرفوا. بدأت يعني انا ما اردش بنفسي، لقيت ناس بترد لوحديها. على فكرة يا جماعة ما تخلطيش الامور، المأذون دي وظيفة زيها زي اي باقي الوظائف، هو موثق للعقود. وبداوا بقى الناس يتكلموا، بدا في ناس تقتنع وناس هتفضل عند رايها. لكن انا بقول مع الوقت ان شاء الله، يعني زي ما تقبلنا حاجات كتير اكيد هيتقبلوا الموضوع ان شاء الله. يعني طيب من خلال وجودك يا دكتوره في اللجنه المعنيه باصلاح ذات البين ما بين المتزوجين، مين اكثرهم بيعمل مشاكل ومين اكثرهم استجابه بالنسبه للازواج والزوجات؟ هي بترجع برضو هنا للشخص نفسه. يعني مش هقول الستات اكتر او الرجاله اكتر. في لون برضو بيبقى هنا وهنا، احنا بنعرف المشكله جايه منين. ده لما يكون في فعلا مشكله، لكن في بعض الاوقات بيكون في افتعال المشكله او يعني تخيل ان دي مش... او تخيل ان دي مشكله وهي في الاساس ما فيش اي خلاف. يعني لما بنقعد معاهم في ناس ممكن تكون المشكله بسيطه جدا، في ناس ظروف المعيشه، في ناس ممكن تكون ساعة شيطان زي ما بنقول. وممكن ست ضغوط الحياه احيانا بتخلق المشكلات اللي احنا بنشوفها. يعني لما بنقعد معاهم في ناس بتستجيب في ناس لا. بتبقى في تراكمات، لو في تراكمات ما بنقدرش، يعني لو تراكمات من سنه واثنين وثلاثه بتبقى الامور صعبه. لكن لو المشكله جديده، وبعدين احنا عارفين ان اول 5 سنين في الزواج بتبقى فيها مشاكل. طبعا تراكمات بقى وتدخل الاهل بالظبط كده. فاحنا بنحاول بقى نقعد معاهم نشوف اذا كانت المشكله مشكله نقدر نحلها ببساطه، ولا في مشكله اصلا من البدايه ومتراكمه. لو هي متراكمه بنقعد مره واثنين وثلاثه، اذا فشلنا خلاص بيبقى لقمه عيش زي ما بيقولوا اتقطعت خلاص يعني. فبنضطر بقى نطلع دفتر الطلاق. يمكن في حاله كانوا قاعدينهم 3 أو 4 سنين في المحاكم، وجابوا حكم من المحكمه بالخلع، وقعدنا معاهم والحمد لله رجعوا لبعض عشان الاولاد، وعلشان هم حسوا جداً. ان البيت اتهدم بالفعل خلال الفتره دي، والزوجه حست فعلا ان هي لا انا لازم الم بيتي واسرتي. فالحمد لله قدرنا. اتمنى ان يكون الشعور كان من الاثنين، من الزوجه ومن الزوج. دكتوره عايزه اعرف بس اثار ايه انتباهك علشان تعرفي اصلا ان في اعلان للمأذونيه وعلشان تهتمي بالمأذونيه؟ يعني هل اصلا كان ليكي علاقه من بعيد او من قريب؟ ايه اللي اثار اهتمامك او خلاكي تبقي عارفه هذا الموضوع؟ كنت مهتمه من الاول؟ اول مأذونه تم تعيينها لفتت انتباهي برضو، يعني من البدايه كان 2008. فما جاش في بالي في يوم من الايام ان انا هترشح للمكان ده او هيجي، لان انا كنت مدير مراكز بحوث. فانا كنت في وظيفتي يعني. لما مات مأذون القريه بتاعتي نزل الاعلان، بدات مين اللي هيقدم. كل قريه بيبقى فيها مأذون واحد، القريه بتوابعها لان القرى ليها توابع طبعا يعني. طبعا. فنزل الاعلان في المحكمه بعد وفاه المأذون بحوالي 20 يوم او كده يعني. نزل فيه شروط، الناس بدأت تدور في القرية مين تنطبق عليه الشروط، ويا ترى مين هيترشح ومين لأ. فناس بدأت تتصل، انت يا دكتورة من ضمن الناس اللي بتفكر؟ مش هكذب على حضرتك، بدأت أدرس الموضوع. طب ليه؟ ليه ما أقدمش؟ وليه ما أكونش أول واحدة؟ التحدي عندك وروح الإقدام طبعاً. ليه ما أكونش أول ست تفكر في الموضوع دوت، وخصوصا ان في تمكين للمراه وفخامه الرئيس مهتم جدا بالموضوع دوت. هل الموضوع كان فيه صعوبه طيب في التقديم؟ لا، في ممارسه العمل. في البدايه كنت متخوفه جدا. طبعا حاجه جديده ما اشتغلتش فيها قبل كده، وانا بستلم الدفاتر كمان، لان المأذونيه بتاعتي كانت محاله لقريه تانية. طالما المأذون متوفي بتتحال لقريه ثانيه، ففي مأذون القريه اللي جنبك بالظبط كده. وانا بستلم الدفاتر خايفه جدا، ده خدي بالك ده دفتر كذا وده مسؤوليه كبيره. بس انا عارفه ان المراه ان شاء الله قدها، وفعلا المراه اثبتت نجاحات كبيره في كل مجال هي
مسكته الحمد لله. اكيد سعداء بيكي يا دكتوره، وسعداء بان في شهر مده قليله جدا قدرتي ما شاء الله انك تصلحي ذات البين ما بين اكتر من زوج وزوجه. الدكتوره شيماء محمد جمعه، اول مأذون شرعي في محافظه المنيا، سعداء بوجودك معانا. اهلا وسهلا. ربنا يخليكي. وانا شكرا جزيلا يا فندم. ربنا يخليك. بس انا برضه عايزه اقول حاجه، ان احنا بنتمنى ان كل المأذونين معاش يكون لهم نقابه، لان طبعا انا لما دخلت عرفت كده، انا استقلت من عملي لان لا يجوز الجمع بين وظيفتين. عرفت بقى ان هو ملهوش راتب، ملهوش معاش، ملهوش نقابه. فانا بطالب من خلال البرنامج ان احنا نشوف الموضوع. يلا اعملي دعوتك وحطي حجر الاساس وشوفي هتعملي ايه في استمرار. كل شكر ليك يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر. ما فيش شك انه التدخين جوه البيت مشكله كبيره جدا، لكن المدخن ده لو موجود في مكان مفتوح، يعني لو خرج وقف في البلكونه وقف في الشباك خلاص، يعني هو هيشيل مسؤوليته. لكن التدخين جوه البيت خطر جدا، وفي دراسه حذرت من ان النيكوتين بينتقل عبر الاسطح، يعني اثار التدخين بتكون موجوده على الاثاث، على الديكور، على الجدران، على الارضيات، على الملابس، وبالتالي بتكون سهل جدا انتقالها للاطفال. يا منو اعتقد دي حاجه صعبه جدا. اكيد انت مسؤول عن نفسك، لكن مش مسؤول عن اتخاذ القرارات للاخرين، خصوصا لو هي قرارات مضره بصحتهم. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الدراسه من الدكتور وائل صفوت، استشاري البطنه ورئيس الاتحاد العربي لمكافحه التبغ والتدخين. صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا. طبعا نور، وبشكر حضراتكم على اثاره هذا الموضوع المهم جدا. يعني اهلا بيك دكتور. الدراسه دي شفتها ازاي، وايه حقيقه انتقال النيكوتين للاسطح في المنازل؟ هل ده بالفعل وارد؟ طبعا، هو طبعا كل يوم بيثبت ان في مشاكل كثيره للتدخين، وكل يوم المدخنين هنقول ايه بيطنشوا مكملين في التدخين. بس الدعوه اللي حضرتك قلتيها من شويه مهمه جدا، ان حتى لو انت قليت بموضوع التدخين او مش مقتنع بانه مضر بالنسبه لك، فعلى الاقل ما تدخنش في البيت. حتى لو بتدخن في البلكونه او في مكان وترجع، انت عليك عوالق او مواد سامه، طبعا من ضمنها النيكوتين بالتاكيد، من ضمنها مواد ممكن تبقى مسرطنه، وهذه المواد المسرطنه بتاذي اللي حواليك وبالذات الاطفال. زي طبعاً ماده الـ NNK، عايزين نعرف حضرتك ايه طبيعه هذه الماده وازاي بتؤثر وتاثيرها عامل ازاي بالنسبه للاطفال؟ يعني هل الموضوع بيحتاج فتره من التدخين داخل المنزل، فبالتالي اثار هذا التدخين بتكون موجوده على الحاجات اللي موجوده في البيت، ولا بمجرد انتشارها سريعا ممكن يصاب الاطفال؟ طبعا هو بالتاكيد ان كده طبعا ماده مشعه موجوده بتقعد من 3 ايام لاسبوع، وحتى ممكن تكون فتره اطول. وهذه الماده المشعه تراكميه، يعني ما فيش حد بيتعرض ليها، الاطفال على الاسطح، على الارض، على السجاجيد، على الستاير، على اللبس حتى بتاع الناس. لو تعرضوا ليها ولمسوها واكثر من مره تعرضوا ليها، ممكن تؤدي الى الكيمياء وامراض سرطانيه بالاطفال. وبالفعل بقينا بنشوف الموضوع ده بشكل كبير، او بقى منتشر دلوقتي موضوع السرطانات في سن الاطفال. واحد الاسباب طبعا التدخين والتلوث وحاجات اخرى بالتاكيد، بس هي تراكميه، فعشان كده ممكن الناس ما تاخدش بالها منها طبعا. طب ما ده يخوفنا ان احنا ناكل في المطاعم وناكل في الكافيهات ونتواجد احنا واطفالنا فيها. طبعا انا بشكر حضرتك على الموضوع ده. طبعا الاماكن المغلقه احنا بنتكلم على كل حاجه مش في البيت بس، وللاسف اغلب المطاعم والاماكن بتمنع التدخين في جزء، بس الجزء الاخر بيبقى مسموح فيه التدخين. وعلى فكره اغلب الاماكن لو حد بيدخن في عربيه في بيت في اماكن مغلقه ريحتها بتتغير، وده يعني اثبات لاي حد بيدخن، بس المدخن ما بيبقاش شامم هذه الريحه. اوروبا وامريكا وبعض الدول العربيات والبيوت اللي فيها تدخين وحتى الاوض بتبقى سعرها اقل، لان معروف انها بقت ملوثه. حتى طبعا لو اتعمل تنظيف للبيت او المنزل الريحه بتبقى موجوده. كذلك العربيه لازم يبقى فيه تهويه، والتاثير بيفضل موجود حتى في التكييفات، وبيرجع يضر الشخص مره اخرى، حتى لو فتح الشباك، حتى لو فتح الابواب، الدنيا بتبقى فيها تاثير. وكل مدخن ياخد باله فعلا الريحه متغيره، سايب اثار، سايب مشاكل كثيره هتضر باولاده وباولاد الاخرين، سواء في مطعم زي ما حضرتك بتقولي، في فندق، في اي مكان. وزي ما بنقول كده حتى بعض الفنادق بتبقى فيه حاجه سموكينج
رومز ونون سموكينج رومز، وده شيء طبعا يعني اقل الضرر على الاقل. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع لميا. شكرا ليك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يتعرض له قطاع غزة يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة. وأكد الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والتي عقدت بمدينة العقبة بالأردن، أكد حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددا على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة شهدت التشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم والرفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمسؤولي مجموعة ميرسك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. وأكد مدبولي أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد، وقلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة الأريترية في زيارة يحمل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسها. وأفادت الخارجية أن الرسالة تتعلق بسبل دعم العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما يعقد الوزير شكري جلسة مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية في دولة أريتريا عثمان صالح بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والوضع في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى سبل دفع مجالات التعاون الثنائي. صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين هجمات قوات الحوثي بالبحر الأحمر، ودعا المجلس إلى وقف فوري لتلك الهجمات على سفن الشحن والناقلات التجارية في البحر الأحمر. من جانبه قال المندوب الروسي بمجلس الأمن إن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون فرض حلول أحادية، مشيرا إلى أن التصعيد في غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر. من جانبه أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 40 دولة. أعلن البيت الأبيض أن الهجمات التي تشنها قوات الحوثي في البحر الأحمر تصعيدية، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات، مشيرا إلى أن واشنطن ستفعل كل ما في وسعها لحماية الشحن في البحر الأحمر. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.
خلال جولة له في قطاع غزة، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القتال يدور في منطقة معقدة للغاية، مؤكدا ضرورة التعلم من الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية بعد فقد عدد لا بأس به من الجنود بين قتلى وجرحى. وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال أن هناك قتالا طويلا يشمل العديد من الجبهات ويتضمن الكثير من التحديات داخل القطاع. זה מה שעשיתם, אין כפר בלבנון, אין שסם בלבנון שאתם לא יכולים להיכנס. تنظر اليوم محكمة العدل الدولية وعلى مدار يومين الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا بشأن محاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة. وطلبت جنوب أفريقيا بمشاركة عدة دول من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية. وخصصت المحكمة اليوم الأول لجنوب أفريقيا لسماع مرافعة فريقها، بينما ستقوم إسرائيل بالرد على هذه الدعوة غدا الجمعة. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. طبعا ما فيش شك انه صناعة بطل رياضي صناعة مش سهلة على الإطلاق، يعني ما فيش حد بيصحى من النوم كده يقول أنا هبقى بطل فيدخل في مسابقة أو في بطولة عالمية وياخد هذه البطولة. دي صناعة محتاجة تدريبات ومحتاجة معايير ومحتاجة أدوات ومتابعة قوية. الصناعة دي كلها مش هتكتمل إلا لو في حاجة من يعني الدعم وفي مناخ مناسب لهذا البطل. الكلام اللي بنقوله دلوقتي ليه؟ لأنه في إنجاز كبير حصل للسكواش المصري، لاعبين، أولياء أمور، مدربين، اتحاد. الإنجاز ده حصل في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين واللي استضافتها مدينة برمنغهام الإنجليزية. البطولة دي فزنا بيها أو فيها بعشر ميداليات ذهب من أصل عشر نهائيات، بكده نكون حققنا العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ مشاركة مصر في البطولة، وده بالإضافة لعشر ميداليات تانية بين ست فضيات وأربعة برونز. كلام كتير عن البطولة وكواليسها، كلام كتير أكتر عن صناعة بطل الإسكواش، إزاي نقدر نطلع بطل إسكواش مميز. كل ده هيكون محور كلامنا النهاردة في صباح الخير يا مصر مع الأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش. بنسعد بوجودك، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح خير يا فندم. صباح خير على حضرتك، وألف ألف مبروك. مبسوط أن أنا معاكم يعني مستضيف. إحنا سعداء بوجود حضرتك وسعداء بالإنجاز الكبير، يعني 10 ميداليات من أصل 10 نهائيات، تحقيق علامة كاملة لأول مرة في تاريخ مشاركتنا في البطولة. الإنجاز ده شايفه إزاي بالمنظر ده حصل وبالذات في التوقيت ده؟ هي يعني الموضوع إيه؟ إن دي البطولة إنجلترا المفتوحة دي من أعرق البطولات في العالم أو أعرقها، يعني إحنا مثلا بنروح البطولة دي من 40 سنة تقريبا، بنكسب مراكز كتيرة قوي الحمد لله على مدار السنين والأعوام والأجيال، لكن الحقيقة المرة دي يعني ما شاء الله كان الولاد يعني في منتهى في أكبر حالات الروقان إنهم يعملوا النتيجة العظيمة دي. ده أنا بشوف إن هو في سببين يعني أساسيين. السبب الأولاني هو تواصل الأجيال. الأجيال بتسلم بعضيها، وبعدين نمرة اتنين إن الغيرة بتاعت الأجيال، يعني كل جيل رايح وعارف إن السنة اللي فاتت حصل النتائج كذا كذا كذا، فأنا عايز أبقى أحسن، أنا عايز أحتفظ بالمركز ده. ده تحليلي الشخصي يعني، إنما حقيقي الولاد بيبذلوا جهد جامد جدا، أولياء أمورهم بيبذلوا مجهود خرافي، وأنا بشوف أولياء الأمور هم الأبطال الحقيقيين يعني، لأنهم الحقيقة بيدوا عناية فائقة، إلى جانب أنهم أسرة سكواش فيها حاجة يعني كده مخصوص قوي يعني، خاصة أنه الولاد لازم يبقوا شاطرين في المدرسة ويبقوا شاطرين في السكواش. دي حاجة مهمة قوي. يعني فده كل ده أنا برجعه للأسرة والأولياء الأمور، أب والأم بيعملوا جهد كبير في الاتجاهين. طب هل في تواصل طيب ما بين الاتحاد وما بين أولياء الأمور؟ جدا جدا، وخناقات مش مشكلة طالما في الآخر بنجيب ميداليات ذهب، مش مشكلة. لا، خناقات بمعنى إيه؟
بمعنى ان الاب والام دول اللي هم بيصرفوا بيدوا وقت ويدوا كل الجهد، طبعا كل واحد بيبقى غيور على ابنه يعني، فبتحصل غيرة بين الولاد وبعضيها وكلهم ولادنا يعني، لكن في الاخر احنا كاتحاد بنبقى واقفين على مسافة واحدة من الولاد، فما بنقدرش ان احنا الاشكالات دي بتحصل غصب عننا طبيعي. بس مقدور عليها يعني، احنا مش عايزينها تزيد عن كده يعني، عايزينها تستمر الى الصالح العام ان شاء الله. طب خلينا نتكلم عن الاعداد للبطوله، حصل ازاي، كان عدد المشاركين قد ايه، تحت سن كام، كل بقى التفاصيل. والله هو الاعداد السنه دي كان بياخد طريقه مش تقليديه. ليه؟ لان احنا كل سنه متعودين نسفر بعثة على حساب الدولة. السنة دي احنا ما قدرناش نسفر نتيجة الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر العملة والحاجات ديت يعني، ما قدرناش بيها نوفر، لكن قلنا للولاد احنا مش هنسفر بعثة، بس احنا هنمرنكم كويس قوي ونعمل لكم استعداد كويس قوي ونهيئ لكم الجو اللي هو يخليكم تكسبوا فيه وتحققوا نتائج كويسة. فده كله كان دور الاتحاد، إلى جانب إن احنا سفرنا مندوب من الاتحاد علشان طبعا البعثة عددها كبير جدا. يعني انت بتتكلم يعني على 65 واحد، ويعني أمريكا كلها جاية بحوالي 40 أو 45. فإحنا تم تقليص العدد ده اللي هو 65؟ لا، هم إحنا بالنسبة لنا هم بيتقدموا وإحنا بنقبل حسب الترتيب بتاع المستوى، فالترتيب بيسمح لهم إنهم يسافروا. طيب تواجد المدربين في الوقت ده والأهالي اللي عندهم وعي إنهم يقتطعوا جزء كبير من دخلهم لتوفيره للسفر والبطولة، البطولة لها مصاريف اشتراك، في مصاريف إقامة وإعاشة، تدريب، وإحنا عارفين قد إيه السكواش رياضة طبعا مكلفة، كل ده حصل إزاي والإشراف من الاتحاد كان معمول إزاي؟ هو طبعا كل مدرب بيبقى عايز يعني يطمئن على نتيجة الولاد اللي هم بيمرنهم، فبيقدر ان هو يسافر علشان خاطر يعني يراعي الولاد ويشرف عليهم ويشوفهم ويشوف ماتشاتهم. دي حاجة بتبقى أساسية، أعتقد في أكتر من 15 مدرب كان مرافق للبعث أعتقد يعني، لأنه في حالة من التكاتف ما بين المدربين جدا، ودي اعتقد باين انعكاساتها على النتائج. طبعا لا جدا، لا بيبقى اولا ما هو انت في بطوله زي دي بتقع في مشكله ما تقدرش تحلها، اللي هي ايه؟ ان في اتنين مصريين بيلعبوا مع بعض. فاتنين مصريين بيلعبوا مع بعض، هيبقى في اتنين مدربين بيقفوا يعني يعملوا سبورت للعيبه بتاعتهم، في اتنين اولياء امور يعني. القصه دي قصه احنا متعودين عليها، لكن هي صعبه مش سهله يعني. هي يعني ملهاش حل، لكن احنا اتعودنا عليها. بعد كده بيطلع بقى، انت عارف ده بنظام مش خروج المغلوب، بيعملوا ترتيب علشان يرتبوا الولاد من واحد الرانكينج بتاع الولاد اللي بيتاخد، فبيبقى في ماتشات طول الوقت ماتشات علشان خاطر يرتبوا دي. ف ده في الاخر طبعا احتكاك جيد جدا، ودي انا زي ما قلت دي اعرق بطوله في العالم. احنا عندنا هنا على فكره بنحاول نعمل البطوله بتاعتنا، بطوله مصر الدوليه اللي جايه هتبقى في اغسطس، بنحاول نعملها علشان خاطر نخلي بطوله مصر الدوليه هي اهم من البطوله دي. طبعا ده صعب يعني، هياخد وقت مننا، لكن احنا بادئين في الطريق ده علشان خاطر يبقى بطوله مصر هي اللي يعني هي كل الناس عايز تيجي تلعب في مصر يعني. في دي ده شيء مهم جدا ان انا اقوله، ان كل العالم عايز يجي يلعب في مصر، يجي يلعب سكواش في مصر، انه هو بيقول دلوقتي خلاص اصبحت مصر دي هي بلد السكواش في العالم. صحيح. خلي بالك ده سلاح ذو حدين يعني، احنا رايحين اولمبياد ان شاء الله 28 وعايزين نكسب، لكن هو العالم هيبص انه الاولمبياد مش معمولة علشان خاطر مصر تكسب بس، لا يعني لازم يبقى فيه بلاد تانية تقدر انها تشارك في السكواش ويبقى ليها دور في السكواش ويبقى ليها ترتيب
دي كلها حاجات احنا مش هنقدر ان احنا نحرم العالم منها، لكن في الاول والاخر احنا عايزين انه الاسكواش يبقى عالمي، مش يبقى مصري بس. لا، هو مصري، هو فيه تميز مصري، احنا عايزين سيطرة مصرية على لعبة عالمية. خلينا نقول كده. طيب خلينا ناخد نقطة نقطة من كلام حضرتك، عشان حضرتك اثرت كذا موضوع. اتكلمت عن المدربين وازاي لما بيبقى فيه لاعبين مصريين الاثنين بيلعبوا قدام بعض، جرت العادة في المواقف اللي زي دي الكباتن او المدربين مش بيعملوا كوتشنج، مش بيكاتشن على اللعيبة المصريين قدام بعض، خاصة لو عنده اثنين من ولاده بيلعبوا قدام بعض، او كان بيحصل ده وبيحصل نوع من انواع الشد والجذب بين المدربين. السنة دي كان الوضع مختلف تماما، كان في تكاتف كبير جدا ما بين المدربين، والأول مرة يمكن أو من المرات القليلة إن اثنين مدربين مصريين يقفوا يعملوا كوتشنج قدام بعض والأمور تعدي سلسة وبسيطة ويقدروا يدعموا. لا، ما كانتش سلسة قوي يعني، عشان أكون حقيقي، هي كانت إلى حد ما، بس كنا بنحتويها يعني، كنا بنعرف نحتويها الحمد لله. ليه؟ لأن احنا كان عندنا ايه بقى، حصل اعداد نفسي كمان، حصل اتفاق طبعًا، حصل طبعًا، ايه علشان طبعًا نوصل لهذه المرحله. طبعا طبعا في اعداد نفسي وفي اشراف من جانب الاتحاد، والحقيقه معالي الوزير برضو لما لقى البعثه كبيره بعت حد من عنده يبقى برضو مرافق للبعثه مع المرافق بتاع الاتحاد. في ناس كتير بتسهل على اللاعبين، على فكره يعني سمعت ان السيده منى فوزي كانت عماله تروح وتطمن على حال اللاعبين وتحاول تشوف ايه العقبات وتحاول تدللها. منى دي الجندي المجهول يعني حقيقه، هي عندها جهد ما شاء الله، وعندها معرفه بالاولياء الامور كلهم، وعندها يعني وعي. الحقيقه هي يعني بتقوم محل، بتحل مشاكل كتيره جدا جدا ما حدش يعرف يحلها الا هي. كل التحيه والله، كل الناس اللي بتعمل اللي عليها وبتعمل مجهود اللي عليها. طبعا اكيد اكيد. استاذ عاصم، يعني جزء كبير جدا ومهم جدا من المشاركه الدوليه في بطوله مصر الدوليه اللي حضرتك ذكرت ان هي هتكون ان شاء الله في شهر 8 اللي جاي ان شاء الله، الترويج لهذه البطوله، والترويج بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق اداء اللعيبه، المستوى اللي ظهر عليه اللعيبه في البطولات العالميه. والله انت خدت من على لساني الحته الملحوظه دي. يعني طبعا احنا الحقيقه النتائج الحمد لله اللي هي المبهره اللي حصلت خلتني خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا بتلقى مكالمات من بلاد كتيره، اولهم الولايات المتحده الامريكيه عايزين يجوا يلعبوا في البطوله، وهونج كونج عايزين يجوا يلعبوا في البطوله، رغم ان احنا كتير قوي كنا بنتحايل عليهم يجوا علشان يجوا يتحججوا بانه ولادهم المدارس بتاعتهم مش مناسبه، ولكن المره دي احنا حطينا التاريخ، وطبعا ولادنا بعد النتائج الهائله دي ابتدينا نتلقى مكالمات انه ايه تعالوا، لا احنا عايزين نيجي نلعب عندكم. هم اللي بيعرضوا ودي حاجه كويسه، والحقيقه هي هتفيدهم اكتر ما هتفيدنا، لكن احنا برضو عايزين نكبر البطوله بتاعتنا. يعني بطولتنا برضو احنا نتمنى انها في يوم من الايام تبقى زي البريتش اوبن واحسن، انما عمرها ما هتبقى زي البريتش اوبن واحسن الا لما يجي لها الناس من كل العالم يعني. ودي حاجه احنا بنتمناها وبنسوق لها، بس نتيجه التسويق دي كانت من الولاد الصغيرين اللي عملوا النتائج دي اكتر مننا احنا ككبار. بس احنا هنبذل الجهد اللي احنا المفروض ان احنا كله يعني بيعمل اللي عليه. طبعا طبعا، لكن حقيقه الامر هو النتائج كانت ليها بالدرجه الاولى وقع السحر في انه الدول التانية تترغب في المشاركه يعني. أكيد. طيب إحنا بعد ما حققنا العلامة الكاملة في بطولة بريطانيا، إحنا متخيلين خطوتنا الجاية إيه علشان نقدر نحط الاتحاد قدام بقى التحديات اللي هو محطوط قدامها عشان يقدر يدلل كل العقبات في المرحلة القادمة، وكمان يقدر يساعد الناس على إنها تبذل مجهود أكبر عشان المجهود يبقى يعني رايح جاي زي ما بنقول باللغة الدارجة، ويصب في الآخر في مصلحة اللاعبين ومصلحة التصنيف الخاص بمصر. بصي يعني انا بعتبر ان هي دي نقطه البدايه، مش يعني اللي حصل في انجلترا والنتائج دي ما هياش الا انها نقطه بدايه تقدر تخلينا نفكر ازاي في المرحله اللي جايه، لان زي ما حضرتك قلتي المرحله الجايه فيها تحديات كبيره جدا جدا جدا، لانه البلاد التانيه دي
مش هتسيبنا في حالنا، مش هتقعد تتفرج علينا وتقول المصريين بيلعبوا سكواش كويس، لا دول عايزين يجوا ويتعلموا ويغشوا من الطريقه ويعرفوا المدربين ويسرقوا المدربين بتاعتنا يروحوا ياخدوها ويتمرنوا ولادهم. وبعدين احنا العالم بقى قريه صغيره، يعني ما بنقدرش ان احنا نحوش مثلا ناس ما تسافرش، ناس ما تروحش، ناس ما تشتغلش. ده موضوع اصبح مش هنقدر ان احنا نسيطر عليه السيطره اللي هي نقول لحد لا ما تسافرش، لا مش هينفع يعني. لا المدربين بيتاخدوا من عندنا دلوقتي وبيروحوا يلعبوا وبيمرنوا في البلاد التانية، لكن احنا عندنا خطط بديله وعندنا خطط. مفيش مشكله ان هو يحترف ويكسب برضه تجارب جديده او يخوض تجارب جديده، لكن احنا عندنا برضه المدربين وعندنا اللعيبه. مصر ولاده في اللعبه دي. ما هو هي ولاده بس احنا عندنا يعني تهديدات اللي هي واقعيه، بس الحقيقه ما فيش حد بيتهدد في اللعبه دي الا مصر. ليه؟ لان اللعيبه المصريين مطلوبين، المدربين المصريين مطلوبين، كل حاجه كل عناصر المطلوبه في اللعبه من المصريين هي اللي بيقول لك يعني عايز تلعب مع لازم تعمل احتكاك، جيب واحد مصري يلعب معاك. صحيح. واحنا بنتكلم بقى عن النجوم البارزين في هذه اللعبه، ما ينفعش نكون بنتكلم على السكواش وما يكونش معانا واحد من ابرز رموز هذه اللعبه المميزين، كابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكواش. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير، اهلا وسهلا، وصباح الخير على الساده المشاهدين، وصباح الخير على الاستاذ عاصم خليفه وعلى الجميع. يا اهلا بحضرتك. في البدايه طبعا بنبارك لك على هذا الانجاز، لكن هذا الانجاز طبعا اللي حققه وادي دجله نصيب الاسد من الميداليات، ازاي قدرنا نصل لهذا الانجاز الكبير؟ ازاي قدرنا نصنعه؟ الدوافع اللي كانت عندنا في البدايه عشان نصنع هذا الانجاز الكبير؟ والله يعني انا في الحقيقه يعني طبعا والحمد لله طبعا وادي دجله حققوا 11 مركز في دور قبل النهائي، بس انا حابب اتكلم اكتر عن اللاعبين المصريين بشكل عام. يمكن مصر حققت انجاز في البطوله دي، يمكن ما فيش بلد في العالم حققته قبل كده، ولا حتى المنتخب المصري حقق الانجاز ده قبل كده، ان احنا نحقق 10 مراكز، مركز اول من 10 مراكز، فده يمكن حاجه يمكن يعني هتخش في التاريخ، وصعب جدا على اي بلد تانية مهما حصل ومهما حصل دعم من بلاد التانية، ما اعتقدش خالص ان في بلد هتحقق 10 مراكز من 10 مراكز. فانا الحقيقه فخور جدا بالانجاز ده، وده يحسب طبعا الانجاز ده يحسب لناس كتير جدا، يعني يحسب لوزاره الشباب والرياضه، لاتحاد السكواش، للانديه، لاولياء الامور اللي بتتعب جامد جدا مع اولادهم، للمدربين المصريين اللي هم لسه لازالوا موجودين في مصر ولسه بيشتغلوا بضمير. فيمكن الحمد لله زي ما قلت لك انا فخور جدا وسعيد جدا بالانجاز ده. يعني الاحتكاك حاجه مهمه جدا يا كابتن، وبتبقى مكلفه جدا. اعتقد ان اللاعبين في الفتره اللي فاتت بالذات في الاكاديميه يمكن احتكوا كتير، وكان في مجموعه من الجوائز اللي ساعدت انهم يعني يقدروا يحتكوا اكتر، يمكن كان في تذاكر طيران، كان في حاجات تساعد اكتر على الاحتكاك عشان نوصل للمستوى المشرف ده. طبعا الاحتكاك عامل اساسي في رياضه السكواش، وده يمكن اللي بيميز اللعيبه المصريين عن اللعيبه الاجانب اللي بره، لان احنا عندنا جدول مسابقات الحقيقه الاتحاد السكواش حاطه بقاله سنين كتير جدا بيميز الحته دي عن بقيه الدول. عندنا يمكن 15 بطوله محليه، كل بطوله بيشارك فيها حوالي 1500 لاعب ولاعبه، فيمكن ده بيزود الاحتكاك جامد جدا للعيبه وبيديهم خبرات وبيحطهم تحت ضغط عصبي معين، بحيث ان هم لما يسافروا بطولات دوليه بيبقوا فارقين جدا عن اللعيبه الاجانب وبيبقوا عندهم الحته اللي فارقه عن بقيه اللاعبين. فدي يمكن حاجه مهمه جدا للاحتكاك. الاحتكاك الخارجي برده مهم جدا، بالذات طبعا في الوقت الحالي بيتطلب دعم كبير جدا برده، لان طبعا زي ما حضرتك عارفه الفرق العمله وفرق المصاريف والتذاكر بقت غاليه جدا دلوقتي، فما بقاش الموضوع سهل ان احنا نقدر نسافر بطولات دوليه بشكل مستمر. لكن زي ما بقول لك الجدول المسابقات المحلي يعني بيغني عن ان احنا نسافر بره. طيب ده يخلينا نسالك يا كابتن كريم عن نظره الاتحاد الدولي لهذه اللعبه في مصر، عن مستوى اللعبه في مصر. الحقيقه الاتحاد الدولي يعني ما بيقدرش يعمل اي حاجه وياخد اي قرار من غير ما يرجع لمصر، يعني لان مصر زي ما انتم عارفين هي البلد الرائده في رياضه السكواش، فاي قرار او اي حاجه لتطوير اللعبه اول بلد احنا بنتواصل معاها هي
هي مصر من خلال الاتحاد المصري للسكواش. فزي ما بقول لك واحنا كاتحاد دولي شايفين ان التجربه اللي بتحصل في مصر وحصلت في مصر نفسنا ان احنا نكررها في باقي الدول، علشان نفسنا ان يبقى عندنا دول كتير جدا بتمارس السكواش وعندهم منافسات زي اللي موجوده في مصر وعندهم ابطال زي اللي موجودين في مصر. فيمكن دايما بنستشير الاتحاد المصري على الخطه اللي هم بيحطوها وازاي ان هم يقدروا يساعدوا البلاد اللي لسه بتنمو في لعبه السكواش، والحقيقه ما بيتاخروش على الجزئيه دي، ودي حاجه طبعا مهمه جدا ان احنا نستشير الاتحاد المصري يعني. طيب هل نقدر نقول ان في فرصه يقوم بها الاتحاد الدولي او لدعم الاتحاد علشان اللعيبه تقدر تسافر اكتر وتقدر تحتك اكتر؟ الحقيقه الاتحاد الدولي يعني مش دوره ان هو يساهم في السفريات او يدوره ان هو يرعى البطولات وكده، يعني دور الاتحاد الدولي ان احنا بننظم بطولات في بلاد جديده، بنحاول ان احنا ننشر اللعبه في بلاد جديده. لكن طبعا الدور ده طبعا دور القطاع الخاص المصري ده دور مهم جدا، والحقيقه في شركات وبنوك حاليا في مصر ما بتتاخرش عن دعم الاسكواش المصري ودعم الاتحاد المصري. فالحقيقه انا نفسي اشوف التجارب دي تتكرر وان يبقى في دعم اكبر من القطاع الخاص بجانب طبعا الدعم الحكومي، لان في اي بلد في العالم صعب جدا الاتحاد او الوزاره هي اللي تدعم الرياضه، بس لازم القطاع الخاص يكون له دور كبير. والحقيقه انا شفت الفتره الاخيره القطاع الخاص له دور مهم قوي في الرياضه عموما والسبورت بشكل خاص، واتمنى الموضوع ده يزيد ان شاء الله. اكيد كل الشكر ليك الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكواش، شكرا جزيلا لوجودك. هو بيسلم على حضرتك واكيد شايفك طبعا دلوقتي. ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ عاصم. الاستاذ كريم او كابتن كريم قال نقطه مهمه جدا، انه احنا في الاتحاد الدولي عشان نطور او عشان يكون عندنا اي فكره عايزين ننفذها بنرجع للاتحاد المصري. طبيعه التواصل ما بينكم عامله ازاي؟ بص انا هقول لك على حاجه، هو الحقيقه من فتره طويله انه السكواش المصري له رياده، فاحنا قررنا ان احنا لازم دايما يكون عندنا حد يمثلنا في الاتحاد الدولي. فالمره دي كان اما رشحنا كابتن كريم، هو نجح بتفوق كاسح يعني، نتيجه طبعا ان هو راجل كان لعيب متميز جدا، وهو اعتزل في وقت مناسب، وبعدين هو برضو هو من ما سابش السكواش يعني، هو بيشتغل في المجال السكواش، بيعمل بطولات اللي هي الكبيره بتاعت اللي هي منظمه اللاعبين المحترفين. فهو السكواش هو يعني دي حياته يعني. فهو من واقع ان هو نائب رئيس الاتحاد الدولي، هو خلي بالك الاتحاد الدولي رئيس واثنين نواب يعني، فهو مركزه كبير يسمح له ان هو يقول رايه، وخاصه اذا كان هو مصري، وان هو الحقيقه مش بيمثل مصر بس يعني، هو بيمثل دول العالم ان هو يكبر سكواش. وكان له اسهامات كبيره جدا في دخول السكواش الاولمبياد في لوس انجلوس يعني، كان من الناس اللي دعمت بقوة وحضر اجتماعات وحضر مناقشات بخصوص دخول السكواش يعني دخول السكواش المعترك الأولمبي ما كانش موضوع سهل خالص يعني، احنا بقالنا 15-17 سنة بنحاول. امتى هتبقى لعبة أولمبية؟ وبنفشل كاتحاد دولي بنفشل. هو يحسب لكريم انه في الفترة اللي هو نائب فيها الاتحاد الدولي، هو الاتحاد الدولي قدر ان هو يتجاوز هذه العقبه الصعبه جدا يعني. فطبعا من واقع ان هو موجود كريم، واحنا بنتشاور على طول انا وهو، انا كاتحاد مصري وهو كاتحاد دولي، ونقط كتيره بنختلف ونتفق فيها، بس هو طبعا داعم كبير جدا للسكواش المصري، وبيقدر ان هو يساعدنا في نقط كتيره احنا ما نقدرش نتغلب عليها لوحدينا يعني. اكيد. خلينا نتكلم اكتر عن ايه اللي هيحصل، استعدادنا كمصر للوس انجلوس 2028، ملف الناشئين ايه اللي هيحصل فيه. مشاهدينا احنا لسه مكملين مع حضراتكم مع الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش، لكن بعد الفاصل.
لسه بنتكلم عن الانجاز اللي عمله الفتره اللي فاتت لعبه الاسكواش، وعايزين نتكلم اكتر كمان عن ملف الاسكواش في لوس انجلوس 2028. لسه مكملين كلامنا مع الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للاسكواش. بنكمل كلامنا، بنرحب بحضرتك من جديد، اهلا وسهلا. والله الحقيقه احنا مع اللي انا قلته ان المده كانت طويله قوي ان احنا ندخل وما ننجحش وندخل وما ننجحش، بس اول ما نجحنا بقى ابتدينا نبقى عندنا رؤيه تانية وعندنا استعدادات تانية، لانه احنا كان عندنا جمعيه عموميه من حوالي شهر وكنا عارفين ان احنا دخلنا الاسكواش، فالجمعيه العموميه قررت انها تبقى في لجنه منعقده بصفه دائمه تشتغل الشغل بتاع الاسكواش بتاع الاولمبياد بس. ليه؟ لان احنا عندنا شغل، زحمه شغل كل يوم، عندنا بطولات وعندنا مسابقات وعندنا حاجات كتيره قوي، ما يصحش ان الامور تبقى مختلطه ان الشغل اليومي يبقى مع الاولمبياد. فاللجنه بتاعت الاولمبياد دي هتبقى فيها كفاءات يعني متميزه، طبعا هيبقى فيها كابتن كريم درويش طبعا بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي وراجل فني على مستوى عالي، وهنختار لها برضو بعض النوعيات اللي هي الكفاءات اللي احنا محتاجينها في مثل هذه الظروف. مش هتكون زحمة قوي، لكن هيكون فيها كل الكفاءات اللي تضمن ان احنا نكون ماشيين كويس. في حد شاطر في المدربين، شاطر في اللعيبة، يقدر يضيف في الحتة دي. يعني هي مش لجنة يعني عشان تتحط في الجاكيتة، لا، هي لجنة فيها شغل عمل. شغل كتير قوي قوي قوي. اللجنة دي هتبقى من شأنها انها بقى تنظم الدنيا خلال السنين الجاية اللي هي لغاية لوس انجلوس ان شاء الله. واحنا انا متخيل ان من هنا لوس انجلوس مش فترة كبيرة، يعني انا شايفها زي كده بكره يعني. مش هتعمل ايه؟ هتنظم الفئات العمريه؟ هتعمل ايه؟ احنا من هنا ل 28 هيكون في ناس اتحركت من فئاتها العمريه اللي احنا متربعين عليها. يعني بصي، لو احط لك اطار كده للفكر بتاعنا كاتحاد، مبني على ان احنا نختار مثلا 40 او 50 لعيب ونخليهم دول هم البوتقه بتاعتنا، اللي احنا دول بقى هيبقوا فيهم مختلف الاعمار. مختلف الاعمار دي هيبقى في ناس كبرت وفي ناس لسه صغيره وفي ناس لسه تقدر تكمل. فالقصه دي عايزين نختار هذه المجموعه اللي هي بالعدد ده، ونديهم بقى نخصص لهم مدربين من اللي هم ناس الكفاءه العاليه جدا، اللي هو يقدروا انهم الاستثمار في اللاعبين. بالظبط بالظبط، بس مش استثمار في اللعيبه بس، صرف اللعيبه وفي المدربين، لانه المدربين دلوقتي انا اكتشفت انهم اخطر بكتير من انهم يعني مطلوبين جدا انهم يسافروا. فانا يعني خايف وقت والاوقات ما الاقيش العدد، عشان زي ما عندي خطه لدعم اللاعبين والناشئين لازم يكون عندي خطه بالزبط كمان لدعم المدربين. فشايف ان دي الاطار بتاع الخطه. احنا عندنا 40 50 لعيب وعندنا مثلا 20 25 مدرب نقدر ان احنا نعدهم بكفاءة عالية جدا علشان خاطر يقدروا يواكبوا المرحلة الجاية ويقدروا يطلعوا لنا النتائج اللي احنا نفسنا فيها. طيب الى جانب في حاجة مهمة جدا، احنا لسه لم نقف على كيفية التأهيل، يعني التأهيل للأولمبياد لسه الاتحاد الدولي، وانا متصل بكريم في الموضوع ده علشان خاطر يديني النتائج. ده كان السؤال حضرتك جاوبت عليه دلوقتي. أه؟ ده كان السؤال اللي هساله لحضرتك. اقول لك الاستعدادات للاولمبياد هل بتكون مختلفه عن بقيه البطولات؟ لسه مش عارفين بالظبط هيختاروا لنا انهي موديل علشان نقدر ان احنا يعني، هل هياخدوا من افريقيا بس، هل هياخدوا من العالم، هل هياخدوا بالترتيب بتاع البي اس اي، يعني في كذا حل، بس احنا هم ما حددوش بالظبط. فالتأهيل ده هيحدد لنا خطط أخرى نقدر إن احنا نعتمد عليها علشان خاطر نوصل لأحسن توليفة ممكنة من يعني أنا متأكد إنهم هم هيعملوا خطط بحيث إن احنا يعني ما ينفعش نستحوذ على كل الميداليات، يعني لازم العالم كله يبقى عنده الفرصة إن هو ينافس على الميداليات. فانا ده انا تفكيري اللي انا يعني المحلي. ممكن كريم يبقى عنده
تفكيرات اخرى ما بيقوليش عليها بس لازم يقول لي عليها. اكيد هتتكلم. احنا ايه خطتنا بقى البديله عشان لما يفكروا ان احنا ما نستحوذش على كل الميداليات احنا بقى نعرف نعمل خطه نستحوذ بيها على كل الميداليات؟ لا احنا عاملين خطه لكل خطه لكل احتمال. يعني في خطه لكل احتمال بس هي اطارها واحد. يعني احنا عندنا مجموعه لعيبه متميزين جدا ومجموعه مدربين متميزين جدا. انا بس بخاف من الحاجات، في حاجات مهمه جدا المجتمع المصري اكتسبها في السنوات الاخيره اللي هي ايه، ان انا عايز اعلم ابني بره، انا عايز اسفر ابني بره، انا دي حاجه حق مشروع، لكن الحقيقه انه الجامعات والمدارس بره بتستحوذ على اولادنا بطريقه تخوفنا احنا. ليه؟ لانه بيدوهم منح دراسيه وبيدوهم تسهيلات. انا بتمنى ان في مصر يحصل هذا النوع من التسهيلات والمنح الدراسيه اللي تخليهم الولاد، تخلي اولياء الامور مش محتاج يحتفظوا بالولاد هنا. مع الاخذ في الاعتبار ان انا شايف ان مستوى التعليم هنا بقى فيه جامعات هايله تقدر تسد وتقدر تدي نفس المستوى، لكن انا الثقافه هي اللي عايزها اسيطر عليها، ثقافه ان انا اسفر ابني بره عشان يتعلم بره ويرجع لي او ما يرجعليش، دي مشكله. فانا مش عايز اتعرض لهذه المشكله في الفتره اللي جايه بطريقه يعني صعبه. طيب جزء من اهتمام الاطفال الصغيرين بلعبه معينه او برياضه معينه هي الجماهيريه، عشان كده بنلاقي ناس كتير قوي عايز تلعب كره قدم لشعبيتها وجماهيريتها، لكن ليه عندنا اهتمام كبير جدا من الاطفال ان هم يلعبوا سكواش؟ مش توجيه من اهاليهم بقدر ما هو اهتمام منهم هم. هقول لك، بص الموضوع ده يعني انا اقدر اجاوب عليه بسهوله شديده جدا، وبرده لما يكون مثلا في وقت من الاوقات كريم معاك ويعرف يقول لك ان الابطال عندنا التواصل بتاع الاجيال بيخلي الابطال الكبار، يعني مثلا علي فرج في النادي بتاعه تلاقيه ممكن يجي له ولد صغير كده يقول له ممكن اضرب كورتين معاك، يقول له اتفضل يا حبيبي خش العب. ممكن كانت رنيم الوليلي بتعمل كده، كانت نور الشربيني في اسكندريه بتعمل كده على طول. فالموضوع بتاع انه النجم الكبير يقرب من الناشئ الصغير، الموضوع ده موجود في اسره السكواش بطريقه يعني تلقائيه وعفويه. يعني فما فيش حد يعني مفيش يعني انا عمري ما شفت مثلا، انا بروح بطولات الناشئين كلها، عمري ما شفت مثلا ولد صغير او بنت صغيره اشتكت ان مثلا كان نفسها تلعب مع مثلا نور الشربيني وهي ما كانش عندها وقت. لا بيحصل. وبعدين الكلام ده حقيقي يعني من زمان، من قديم الازل. يعني انا وانا كنت بلعب وانا صغير سكواش لغايه ما اصبت، يعني كان الابطال الكبار مثلا زي الله يرحمه كابتن ابراهيم امين، كابتن شريف عفيفي، الناس دي اما كنا نطلب منها ان احنا نلعب معاهم ما كانوش يتاخروا خالص، يقول لي طب تعالى بكره، تعالى بعد الظهر النهارده. يعني فهي سمه من سمات اسره السكواش ان الكبير يساعد الصغير والصغير يطلب من الكبير ان هو يلعب معاه، وبيبقى على الرحب والسعه يعني في اي وقت يقدر يعني يلبي له طلبه. يعني يمكن ده اللي عامل الاستمراريه، ويمكن هو ده اللي عامل الاجواء. ده بالتاكيد التواصل الاجيال والغيره زي ما قلت لك في الاول خالص، غيره الاجيال على من بعضيها انها برضو عايزه تحقق نفس اللي حققه الجيل اللي قبلها. فدي حاجه يعني انا ببقى حاسس بيها يعني كاسره سكواش. غيره الصغيرين اللي جابوا نتيجه كويسه قوي في البطوله الاخيره، الملف بتاعهم ده هيتم التركيز عليه اكتر في الفتره القادمه بحيث ان احنا نقدر ناخد الصغيرين. ده هي دي نقطه البدايه اللي هنقدر نشتغل عليهم، هم دول اللي هيبقوا الاسيتس بتاعنا او الشيء اللي هنرتكز عليه ل 2028 لوس انجلوس. دي نقطه البدايه، لان الحقيقه النتيجه المبهره اللي حصلت بتخلينا اما نيجي نحط ال 40 او 50 لعيب اللي احنا اتكلمنا عليهم من دقيقتين ثلاثه، هو يبقوا النواه بتاعتهم انه الولاد دول يكونوا موجودين يعني بطريقه او باخرى، لانهم هيبقوا هم اللي مقصودين بانهم ان شاء الله يلعبوا في الاولمبياد يعني. اكيد. لكن احنا عندنا ملف مهم جدا في اللعبه دي، هو ملف النشأ. يمكن الاتحاد المصري للسكواش عنده الاهتمام بالنشأ اكتر من رياضات تانيه كتير ومن العاب تانيه كتير. بص دي استراتيجيه احنا تبنيناها من حوالي 16 سنه، من اول انا جيت بقالي
تقريبا 14 15 سنه من اول ما جيت قلت احنا استراتيجيتنا مش هتتغير، احنا هنهتم بالناشئين والتطوير في الاستراتيجيه لا يغيرها، فالناشئين ثم الناشئين ثم الناشئين، ده الاستراتيجي اللي احنا ماشيين عليه الحمد لله، استراتيجي ناجح جدا جدا واحنا بنطوره بندعمه طول الوقت. والحقيقه اي يعني على مدار السنين الوزراء اللي انا تعاملت معاهم بما فيهم كلهم يعني كانوا بيدعموني في نقطه الناشئين جدا. يعني حتى مثلا اقربهم الدكتور اشرف اجتمع بالولاد دول قبل ما يسافروا ب 48 ساعه فكانوا مبسوطين جدا طبعا، نوع اخر من الدعم طبعا. فدي حاجه الحقيقه يعني انا واخد سبورت من الدوله طول الوقت في انه الناشئين ثم الناشئين ثم الناشئين. شجعتونا وطمعتونا اكتر، يعني حضرتك قلت دلوقتي ان الانجاز اللي بنحققه في البطوله وانتوا خوفتونا اكتر. ما هو لا، انتوا اللي حطيتوا المسؤوليه دي بقى، واحنا مستنيين منكم اكتر من كده، لان زي ما حضرتك قلت من شويه انه البطوله اللي بنحقق فيها ميداليات بنطمع ان البطوله اللي بعدها عدد الميداليات يزيد. طبعا 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 يعني احنا عندنا الخوف المطلوب اللي هو بيخلينا نقدر نشتغل اكتر ونقدر نعمل مجهود اكبر في الاتجاه الايجابي اللي احنا نحقق بيه حاجه لبلدنا ان شاء الله، وتبقى مصر برضو متصدره للسكواش طول الوقت يعني. دايما يعني احنا من زمان واحنا اللعبه عندنا وفي بيتنا زي ما بنقول، اعتقد ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه هنفضل نحافظ عليها واللعبه موجوده عندنا في مصر، والمجهود اللي بتعملوها بجد ان شاء الله تفضل مستمره. احنا سعداء بوجودك معانا الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش، نورتنا. انا متشكر جدا لدعوتكم، وكل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيب وبخير السنه الجديده. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.